السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنبتدي مع بعض المحاضرة رقم 1 من كورس الـ CIA، وهنبتدي ببارت 1. بارت 1 بيتكلم على Essentials of Internal Auditing، اللي هي تقدر تقول الأساسيات المرتبطة بالتدقيق الداخلي. بارت 1 بيتقسم معانا حوالي 6 سيكشن، او ممكن 6 وحدات او 6 7 وحدات، حاجة كده يعني، على حسب الكتاب اللي انت بتذاكر منه. انا بنقل من اكتر من مصدر، فالتقسيمة اللي عجبتني هي تقسيمة السكاشن، وده اللي انا كنت شغال بيه لما كنت بشرح السي ام اي على القناة. هنا كنا برضو شغالين بالسكاشن تحديدا في بارت 2 من السي ام اي. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض بارت 1 من السي اي ايه. اي تفاصيل بقى مرتبطة بالشهادة، ازاي تاخدها، ايه المتطلبات، الامتحان، الحاجات دي كلها نبقى نعمله فيديوهات نتكلموا عن الحاجات دي. خلينا بس ايه نخش على طول في المنهج. ان شاء الله النهاردة هنخلصوا السكشن الاولاني. وبرضه يا جماعة في حاجة، انا شرحي باللغة العربية، يعني انا بشرح لك بالعربي، وبعدين واحنا شغالين واحنا شغالين في الشرح بنعدي على اسئله باللغه الانجليزيه وبنحلها مع بعض سوا. الشهاده دي طبعا في منها امتحان عربي وفي منها امتحان انجليزي. انا بعتمد هنا على ان انا يعني بهيئ الطالب لدخول الامتحان الانجليزي مش العربي. اللي بيذاكر عربي يقدر طبعا يتفرج على الفيديوهات وهيستفاد منها اكيد ان شاء الله، لكن التركيز الأساسي على الإنجليزي كمصطلحات مثلا، كجمل، تعبيرات، أي حاجة، كل الكلام ده هناخدوه بالإنجليزي. أنا شرحي عربي وبدخل في النص المصطلحات والجمل المهمة بس كده. وده هو بارت 1. طبعا الشهادة 3 بارتات، احنا هناخده أول بارت في السلسلة دي إن شاء الله لما نخلصه أول بارت، ونخش نمتحنه كلنا لان انا لسه طالب برضو، ونعده كده في السي اي اي ان شاء الله نخشه في البارت التاني. طيب اول بارت معانا او اول سيكشن معانا اللي هو الفاونديشنز اوف انترنال اوديتنج، ده هنخلصه ان شاء الله النهاردة. فمحاضرة النهاردة هتكون طويلة شوية، فمعلش كده ايه طول بالك. لو مش عارف تركز حاول تقسم المحاضرة على اكتر من مرة. هناخده 5 مواضيع، هناخده الموضوع ده وبعدين ده وده وده وده. فخلينا نبتدي بأول موضوع على طول معانا. قبل ما نخش في أول موضوع، مجرد مقدمة كده بسيطة، إيه هي أسس التدقيق الداخلي اللي هو عنوان السكشن ده. بيقولك ان افضل مكان لبدء التحضير لجزء الاول من المدقق الداخلي المعتمد اللي هي السي اي اي هو فهم ارشادات المدققين الداخليين الجايدنس فور انترنال اوديتورز ونشاط التدقيق الداخلي للشركه الكمبانيز انترنال اوديت اكتيفيتي، بيتم الاشاره ليها الاي اي او الاي اي اي. تمام، الاي اي اي انترنال اوديت اكتيفيتي. يقدم معهد المدققين الداخليين الـ IIA تفسيرات ومخططات تفصيلية لمختلف فئات الإرشادات، لذلك عندما يكون ذلك مناسبا سيتم تقديم شرح ووصف مصادر التوجيه المختلفة. طبعا ده المعهد اللي هو بيدي الشهادة بتاعت الـ CIA، بيقول لك يعني ان المعهد ده هو اللي بيدي التفسيرات والمخططات التفصيلية اللي بيتم استخدامها في عملية التدقيق الداخلي زي ما هنشوف. طيب والمصادر الرئيسية للإرشاد هو إطار الممارسات المهنية الدولية اللي هو بيتم الإشارة ليه دايما الـ IPPF International Professional Practices Framework، هو عبارة عن فريمورك، عبارة عن إطار عام كده بيقول لك تمشي إزاي في التدقيق الداخلي. يوجد داخل إطار الممارسات اللي هو الفريمورك كده الأقسام التالية: رسالة التدقيق الداخلي Mission of Internal Audit، والتوجيه الإلزامي Mandatory Guidance، والتوجيه الموصي به Recommended Guidance. وكما تشير الأسماء يجب اتباع الإرشادات الإلزامية فقط، ف Only Mandatory Guidance must be followed. يعني الماندتوري دي اللي هي الإلزامية لازم تشتغل بيها
كمدقق داخلي. الحاجات الموصي بيها بيسميها الهاي ريكومندد او السترونج ريكومندد، هي حاجات موصي بيها بشكل كبير، لكن انك ما تنفذهاش يعني امر مقبول يعني. وزي ما هنشوف هنتكلموا على كل الكلام ده النهارده ان شاء الله. طيب اول عنوان معايا اللي هو الاي بي بي اف، اللي هو المعايير والارشادات اطار الممارسات المهنيه الدوليه. الاطار الدولي للممارسات المهنيه الاي بي بي اف هو اطار او هو الاطار المفاهيمي الذي ينظم ارشادات رسميه صادره من معهد المدققين الداخليين الاي اي اي، ويعتبر معهد المدققين الداخليين وهو هيئه عالميه جديره بالثقه معده للارشادات جايدنس سيتنج، وتوفر للمهنيين في مجال التدقيق الداخلي في جميع انحاء العالم ارشادات موثوقه منظمه في اطار الممارسات المهنيه الدوليه كتوجيه الزامي مانداتوري جايدنس وتوجيه موصي به ريكومندد جايدنس او سترونجلي ريكومندد جايدنس. معانا حاجة هنا نشوفوها، جلايم من الكتب اللي هي بتشرح في السي اي اي، فجلايم بيشرح في السي اي اي وبيشرح في الـ في السي ام اي، كنا بنستخدمه في السي ام اي برضو، وطبعا في السي بي اي. خلينا نشوفه بس ايه جلايم لما اتكلم عن الموضوع ده اتكلم عنه ازاي. قال لك يحدد معهد المدققين الداخليين الاي اي اي مهمة التدقيق الداخلي، الميشن بتاع التدقيق الداخلي، لتعزيز القيمة التنظيمية وحمايتها من خلال توفير ضمانات ومشورة ورؤية قائمة على المخاطر وموضوعية. تسهيل فاسيليتيتنج تحقيق هذه المهمة هو إطار الممارسات المهنية الدولية الـ IBBF، بيعمل المهمة المطلوبة منك كمراجع داخلي أو كمدقق داخلي في من الـ IIA. ينظم إطار الممارسات المهنية الدولية الـ IBBF إرشادات معهد المدققين الداخليين الـ IIA الرسمية بحيث يمكن الوصول إليها وتقوي معهد المدققين الداخليين كواحد للمعايير العالمية. ماشي، يحتوي إطار الممارسات المهنية الدولية الـ IBBF على إرشادات إلزامية Mandatory Guidance وإرشادات موصي بها بشدة Strongly Recommended Guidance. واداك الرسمه دي، الرسمه دي طبعا اتكررت كتير وموجوده في اكتر من مصدر، خلينا نشوفوها اللي انا جايبها وجايب لك الترجمه بتاعتها. طيب هنا بقول لك ان كما ان في المحاسبه الماليه معايير يلتزم بها المحاسب، فانه في المراجعه الداخليه ايضا هناك توجيهات يلتزم بها المراجع الداخلي. من امثله مثلا على المعايير اللي عندنا في المحاسبه، مثلا معايير المحاسبة الدولية الـ IFRS ومعايير المحاسبة الأمريكية، وإن شاء الله هيبتدي كورس جديد في معايير المحاسبة الدولية من بكرة، هتنزل أول محاضرة بكرة إن شاء الله. طيب إلا أن معايير المحاسبة محددة بشكل كبير مقارنة بمعايير المراجعة الداخلية، فالمعيار بتاع سواء كان الـ IFRS أو الـ US جاب، وتحديدا ممكن الـ US جاب بيبقى محدد أكتر، المعايير دي بتبقى يعني محددة بشكل كبير مقارنة بالمعايير أو التوجيهات اللي بنشتغل بيها في المراجعة الداخلية، وذلك لكون عملية المراجعة الداخلية تختلف بشكل كبير بين الصناعات، بل تختلف بشكل كبير داخل الصناعة الواحدة. فحتى في الصناعة الواحدة كل منشأة أو كل منظمة فيها أوضاع وفيها يعني عمليات تشغيلية بتختلف عن المنظمات التانية في نفس الصناعة، فبالتالي بتاخد جايدنس، بتاخد ارشادات، في حين ان في المحاسبة المالية اللي بتطبقه هنا في المنشأة اللي انت فيها هو اللي بتطبقه في المنشأة اللي بعد كده او اللي بعد كده. ولهذا تشمل المراجعة على توجيهات وارشادات، في حين طبعا ان المعايير بتشمل على ستاندردز يعني معايير. طبعا انا عندي الاي اف ار اس بنسميها برينسيبل بيزس، يعني بتعتمد على بتقدر تقول مبادئ، في حين ان اليو اس جاب رول بيزس او رول بيست بتعتمد على قواعد، فبتبقى بيديك الحدث وبيديك ازاي تتعامل معاه، فبيبقى اكثر تفصيلا في معايير المحاسبه الامريكيه. ماشي نكمل.
طيب ايه هو التوجيه الالزامي الماندتوري جايدنس؟ خد بالك التوجيه الالزامي دي حاجه بتقدمها لك الاي بي بي اف. التوجيه الالزامي يعد التوافق مع المبادئ المنصوص عليها في الارشادات الالزاميه امرا مهما وضروريا للممارسه المهنيه للتدقيق الداخلي، وتم تطوير التوجيه الالزامي بعد عمليه العنايه الواجبه الراسخه ديو ديليجنس بروسيس، والتي تشمل فترة تعرض الجمهور لمدخلات أصحاب المصلحة ستيك هولدر انبوت. العناصر الإلزامية لإطار الممارسات المهنية الدولية هي أربع عناصر. هو إيه المقصود هنا؟ إن أنا بعرف الأول صاحب المصلحة اللي هو الستيك هولدر اللي هو الشخص اللي ليه مصلحة في الشركة، بعرف الأول إيه هو اللي هو عايزه، باخد منه مدخلات، أخد بالك، وبناء على كده بشتغل إن أنا يعني ابذل العنايه المهنيه الواجبه، اهي بنسميها ديو ديليجنس، العنايه الواجبه. طيب ايه العناصر الالزاميه؟ عندي اربع عناصر لازم تكون عارفهم زي اسمك. اول حاجه المبادئ الاساسيه الكور برينسيبل للممارسه المهنيه للتدقيق الداخلي، الكور برينسيبلز فور بروفيشنال براكتس اوف انترنال اوديتنج. والمادة دي تم إضافتها للـ IBBF ابتداء من سنة 2000، أو العنصر ده تم إضافته ابتداء من سنة 2017. تاني حاجة عندي تعريف التدقيق الداخلي الـ Definition of Internal Auditing. تالت حاجة مدونة قواعد الأخلاق الـ Code of Ethics. رابع حاجة المعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي بنسميها المعايير International Standards for Professional Practices أو Practice of Internal Auditing أو بنسميها Standards. طيب التوجيه بقى الموصي به، التوجيه الموصي به Recommended Guidance، يتم اعتماد الإرشادات الموصي بها من قبل معهد المدققين الداخليين من خلال عملية الموافقة الرسمية Formal Approval Process، حيث تصف أربع حاجات. أول حاجة ممارسة التنفيذ الفعال للمبادئ الأساسية لمعهد المدققين الداخليين الـ Effective Implementation of the IIA's Core Principles، أخد بالك يعني التنفيذي بقى للمبادئ الأساسية. تاني حاجة تعريف التدقيق الداخلي Definition of Internal Auditing. تالت حاجة مدونة قواعد الأخلاق الـ Code of Ethics. رابع حاجة المعايير الـ Standards. والعناصر الموصي بها خد بالك دي اللي هي كنا بنسميها الريكومندد او المانداتوري جايدنس اللي هي التوجيهات الالزاميه. طيب الموصي بها بقى ايه؟ هما حاجتين، ارشادات تنفيذيه امبلمنتيشن جايدنس وارشادات تكميليه سبلمنتال جايدنس. التنفيذيه هي ان انا بساعد المدققين الداخليين على تطبيق المعايير وهنتكلموا عنها قدام. التكميليه supplemental guidance ده بنسميه البراكتس جايدنس دليل الممارسه، وده توفر عمليات واجراءات تفصيليه لممارسي التدقيق الداخلي برضه هنتكلموا عنه قدام. فخد بالك دي العناصر الموصى بها ودي العناصر الالزاميه اللي فوق دي اللي هي العناصر الالزاميه. بيقول لك هنا لاحظ انه تعتبر ارشادات التنفيذ الارشادات التنفيذيه والارشادات التكميليه، الارشادات التنفيذ والارشادات التكميليه جزءا من الارشادات الموصي بها وليس جزءا من الارشادات الالزاميه، وتحط سؤال على حاجه زي دي. طيب انا حطيت لك السؤال بالاجابه بس هتلاقي بعد كده الاسئله من غير الاجابه، كان المفروض ان انا اشير لك الاجابه وبعدين نفكره في السؤال سوا. على العموم لما نخش في اي سؤال حاول توقف الفيديو مثلا وتشوف ايه الاجابه قبل ما اقولها. نشوف السؤال. The mandatory guidance in the IIA's new international professional practice framework IBBF does not address which of the following. ال IBBF ما فيهوش ايه من اللي جاي؟ الكود اوف اسكس، الكود اوف اسكس موجود معايا. Implementation guidance، implementation guidance دي موجودة عندي في اللي هي recommended guidance، ف
مش هنا. الكور برينسيبلز دي اول حاجه في الاي بي بي اف. الستاندردز ودي اللي هي كانت رابع حاجه في الاي بي بي اف. فالاجابه هي بي. فبيقول لك هنا التبرير the implementation guidance and the supplemental guidance are a part of recommended guidance not a part of the mandatory guidance. تمام ماشي نرجع. طيب الرسمة دي بقى اللي هي جابها بتاع ده جلايم، انا جبتها لك هنا مترجمه. يوفر هذا الرسم البياني من موقع معهد المدققين الداخليين الاي اي اي ويب سايت تمثيلا مرئيا للاطار الدولي للممارسات المهنيه الاي بي بي اف، بس ده فيجوال ريبريزنتيشن. ولكل من الرساله او المهمه ذا ميشن والمانداتوري جايدنس والريكومندد جايدنس. وبقول لك هنا ان كل عنصر من دول هنتكلمه عنه بالتفصيل بشكل اكتر تفصيلا. طيب فانا عندي اول حاجه الميشن اللي هي المهمه، وبعدين عندي المانداتوري جايدنس الارشادات الالزاميه، فيها الكور برينسيبلز اللي هي المبادئ الاساسيه، والديفينيشن اللي هو التعريف، والكود اوف اسكس مدونه او مبادئ اخلاقيات المهنة. كل مهنة يا جماعة كل بروفيشن سواء كان سي اي او سي اف اي، في كورس شغال دلوقتي في السي اف اي على القناة كنا بنتكلم عن كود اوف اسكس بتاعة السي اف اي، السي ام اي برضو، كل المهن دي ليها كود اوف اسكس مدونة كده لاخلاقيات المهنة. فكل مهنة بتحاول تحافظ على اخلاقيات الاعضاء اللي فيها. فانت ان شاء الله لما تكون حامل للسي اي اي كده انت معناها انك ملتزم بمدونة الاخلاقيات اللي حطاها مؤسسة الاي اي اي اللي هي بتدي شهادة السي اي اي. هنتكلموا برضو عن الكود اوف اسكس النهاردة ان شاء الله. وبعدين عندي الستاندردز اللي هي المعايير. فالارشادات الالزامية فيها اربع حاجات. وبعدين عندي الارشادات الموصي بها اللي هي Recommended Guidance، بتتكون معايا طبعا من حاجتين، إرشادات تطبيقية Implementation Guidance وإرشادات تكميلية Supplemental Guidance. وعندما يعرض عليك سؤال ابحث أولا في الإرشادات الإلزامية للحصول على إجابة، إذا لم تكن هناك إجابة في الإرشادات الإلزامية فابحث عن الإرشادات الموصي بها. وده كلام عملي شوية برضو، إيه هنبقى نشوفه ازاي بنطبقه قدام. طيب ايه هي بقى مهمة التدقيق الداخلي؟ The mission of internal audit. تصف المهمة اهداف نشاط التدقيق الداخلي داخل المنشأة. الاوبجيكتيف اللي انا عايزها من التدقيق الداخلي داخل الشركة. وتشمل جميع العناصر المتبقية في اطار الممارسات المهنية الدولية الـ IBBF. وتوضح مهمة التدقيق الداخلي ما يطمح التدقيق الداخلي إلى تحقيقه داخل المؤسسة. وتصبح وظيفة التدقيق الداخلي فعالة effective عند إنجاز مهمة التدقيق when the audit mission is accomplished. وبالتالي ده الهدف الرئيسي من عملية التدقيق الداخلي، إن أنا أعرف أحقق المشن الجول الهدف الهدف الكبير. This is the major goal. هذا هو الهدف الرئيسي. وتظهر المهمة في إطار الممارسات المهنية الدولية الـ IBBF الجديد بشكل مدروس، مما يوضح كيف يجب على الممارسين الاستفادة من الإطار بأكمله اللي هو الإطار بتاع الـ IBBF لتسهيل قدراتهم على تحقيق المهمة ولتعزيز وحماية القيمة التنظيمية Enhance and protect organizational value من خلال توفير assurance ضمانات advice مشورة insight ورؤية. ان انا في الاخر ان انا عايز اضيف قيمة، ان انا اي اضافة قيمة add value، والقيمة هي الكلمة الاساسية لانها تقود الكلمات الاخرى. ان انا عايز اضيف قيمة فحامل ضمانات، حامل مشورة، حامل رؤية. فالهدف الاساسي من شغلانة التدقيق الداخلي ان انا اضيف قيمة. طيب الهدف الاساسي من
اللي هو بنسميه اللي هو إدارة الاستثمار، الانفستمنت مانجمنت، بيبقى ايه الهدف منه؟ ان انا ابني ثقة. فاخد بالك كل بروفيشن، كل مهنة تقدر تقول كل مهنة ليها هدف اساسي. الهدف عندي هنا كسي اي ان انا اضيف قيمة، ان انا اد فاليو. طيب، ورؤية ومشورة وضمانات قائمة على المخاطر ريسك بيزد، وده عبارة عن تحديد المهام والقطاعات ذات المخاطر العالية ثم الأقل خطورة، وده طبعا هنبقى نشوفه قدام. فهم بيعملوا حاجة اسمها ريسك مابينج، تمام، مصطلح مرتبط أكتر بإدارة المخاطر ريسك مانجمنت، وهو إن هو بيعمل probability وإمباكت، فبيشوف كل خطر نسبة حدوثه هتكون عاملة إزاي وتأثيره عليا هيكون عامل إزاي. والسبب في اتجاه الشركة إلى تخطيط المخاطر هو الموارد المحدودة limited resources أو scarce resources، فده اللي بيخلي الشركات إن هي دلوقتي بتدور على إن هي تشوف المخاطر وإزاي هتتعامل معاها. لكن لو شركة مش فارق معاها أكيد إدارة المخاطر ممكن تبقى مكلفة بالنسبة لها، يعني كأنه يعمل قسم لإدارة المخاطر مثلا وعين ناس في إدارة المخاطر، ممكن الموضوع يبقى مكلف مقارنة بالمخاطر اللي هو بيواجهها. فبيعمل تريد اوف ما بين الكوست اللي هيدفعها في إدارة المخاطر والمنفعة اللي هتعود عليه من إدارة المخاطر. وطبعا هي دي الريسك مابينج بتتم بشكل دوري او بشكل متكرر بريودك على طول، بيخلص يعني إدارة في الأجزاء مرتبطة بالمخاطر بيعمل ريسك مابينج تاني وبيشوف حاجات جديدة. طيب، فدي أول حاجة اللي هي المخاطر. تاني حاجة الأوبجكتيف الموضوعية، إن هو يبقى موضوعي، إن هو ما يبقاش مربوط بحد أو إن هو ما فيش حد يأثر عليه وهكذا. فنصيحة للامتحان، احفظ مهمة التدقيق الداخلي، ومهم جدا إنك تكون حافظ مهمة التدقيق الداخلي أو مهام التدقيق الداخلي. طيب، إيه هو المانداتوري جايدنس؟ بنرجعه ليه تاني. التوجيه الإلزامي بيشير إلى معايير ستاندرز ومبادئ برينسيبلز من معهد المدققين الداخليين يجب اتباعها، يجب اتباعها. وتعني كلمة إلزامي أنه مطلب ضرورة، مطلب أو ضرورة وليس اقتراحا. requirement معلش not a suggestion، requirement not a suggestion، هو مش مجرد اقتراح، ده مطلب ضروري انت كمراجع في مراجع داخلي لازم تلتزم به. والمصادر الأربعة للتوجيه الإلزامي زي ما قلنا هو الكور برينسيبلز، الديفينيشن، والكود اوف اسكس، والاي او الستاندرز اللي هي المعايير. طيب، ايه هي المبادئ الأساسية؟ توضح المبادئ الأساسية ككل فعالية التدقيق الداخلي International Audit Effectiveness. وبفرق لك هنا ما بين الإفكتيفنس الفعالية والكفاءة الإفشنسي، دايما المصطلحين دول مرتبطين ببعض لكن بتيجي عليهم أسئلة فلازم ايه يعني تبقى عارف الفرق ما بينهم. الفعالية do the right thing، الكفاءة do the thing right. فهنا مثال مثلا بشكل سريع كده، ان انا بعمل الحاجة المظبوطة، ان انا مثلا عايز ابقى مراجع داخلي فبروح ادرس السي اي، فده do the right thing ان انا بعمل الحاجة المظبوطة. طيب، do the thing right ان انا مش شرط اكون بعمل حاجة كويسة، هنا شرط ان انا اكون بعمل حاجة كويسة، لكن هنا مش شرط. انا مثلا عايز اسرق فبخطط وبعمل وبظبط الدنيا بحيث ان انا اسرق بالشكل المظبوط، فدو ذا ثينج رايت، هي دي الكفاءه الافشنسي. ده طبعا لو بتتكلم بشكل سلبي، يعني لو او ممكن بتتكلم بشكل ايجابي ان انا عايز اعمل حاجه كويسه مثلا، اعمل منفعه، اقدم منفعه، فبعملها بالشكل في كفاءه افشنسي، فبوصل للحاجه اللي انا عايزها بالشكل المطلوب. مش شرط تكون الحاجه دي هي الحاجه الرايت، الحاجه الصحيحه، لكن
حاجة أنا عايزها بوصلها بالشكل المطلوب، فأنا كده شغال بكفاءة. وصلت للحاجة الصح، أنا كده شغال بفعالية. طيب نكمل. ولكي يعتبر نشاط التدقيق الداخلي فعالا effectiveness، يجب أن تكون جميع المبادئ موجودة وتعمل بشكل فعال. ويوضح المدقق الداخلي بالإضافة إلى نشاط التدقيق الداخلي أن تحقيق المبادئ الأساسية قد يكون مختلفا تماما من منظمة إلى أخرى، ولكن الفشل في تحقيق أي من المبادئ يعني أن النشاط اللي هو نشاط التدقيق الداخلي لم يكن فعالا بقدر الإمكان في إن هو يحقق مهمة التدقيق الداخلي. طيب نشوف السؤال ده يا جماعة. The internal audit activities core principles describe which of the following. هل هو بيوصف لي الافشنسي اللي هو دو ذا ثينج رايت، ولا هل هو بيوصف لي الريسورسز اللي هي الموارد، ولا البلانس الخطط، ولا الافكتيفنس اللي هي دو ذا رايت ثينج؟ طبعا الكور برينسيبلز مرتبطه بالافكتيفنس. الاجابه هي دي. The core principles are the key elements that describe an internal audit activity's effectiveness. معلش effectiveness. فخد بالك الفرق ما بين الفعالية والكفاءة. كما أن المبادئ الأساسية اللي هي core principles توصف بأنها الدعائم التأسيسية foundational under بينينجز لكل من مدونة قواعد الأخلاق اللي هي الكود اوف اسكس والستاندردز اللي هي المعايير. طيب ده أول مصدر معايا من مصادر التوجيه الإلزامي. تاني مصدر اللي هو التعريف التدقيق الداخلي Definition of Internal Auditing، وده وصف لمهام المراجع الداخلي. فإيه الغرض الأساسي للتدقيق الداخلي؟ الـ Fundamental Purpose. وايه طبيعه التدقيق الداخلي النيتشر اوف انترنال اوديتنج، ونطاق التدقيق الداخلي السكوب اوف انترنال اوديتنج او بنسميه الدومين، لو ان كان الدومين ده مصطلح مرتبط اكتر ب تدقيق نظم المعلومات، هما بيستخدموا المصطلح ده اكتر. وباذن الله برضو هنبتدي على القناه شرح لشهاده السيسا. السيسا ان شاء الله كمان يومين كده هتنزل اول محاضرة. فعلى العموم يعني التعريف التدقيق الداخلي بيقول لك الغرض الاساسي طبيعة نطاق التدقيق الداخلي. والتعريف هو التدقيق ده التعريف، معلش المفروض الحتة دي فوق شوية بس مش عارف ايه انزلها كده. طيب التدقيق الداخلي هو نشاط استشاري consulting activity حيث تقدم خدمات استشارية. فالمراجع الداخلي او المدقق الداخلي بيقدم خدمة استشارية. وتأكيد موضوعي objective assurance، وده عبارة عن الحياد في الاراء، ويكون على مستوى المدقق الداخلي. وindependent، وده استقلال نشاط التدقيق، وده بيكون على مستوى النشاط نفسه. فالموضوعية مرتبطة بالمدقق، الindependent مرتبطة بالنشاط نفسه. ده في تعريف التدقيق الداخلي. وده مصمم لإضافة قيمة add value، زي ما قلنا نشاط التدقيق الداخلي أساسا إن أنا عايز add value عن طريق بقى إيه؟ إن أنا مثلا أحسن عمليات المنظمة improve an organization's operations، ويساعد المنظمة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر risk management الكنترول الرقابة والجوفرنس اللي هي الحوكمة. فالكلام ده برضو طول ما احنا شغالين في البارت ده هيعدي علينا. خلينا نشوف السؤال ده. The types of service provided by services جمع the type of services provided by the internal audit activity can best be described as. الخدمات اللي بيقدمها الانترنال اوديت
اخد بالك، او نشاط التدقيق الداخلي الانترنال اوديت اكتيفيتي. افضل وصف ليه، هل هو اوديتنج اند كونسلتنج، هل اتوصف بكده، ولا اوديتنج اند اشورنس، ولا اشورنس اند كونسلتنج، ولا اوديتنج اند انجيجمنت؟ لا، هو اتوصف بانه اشورنس تاكيدي وكونسلتنج استشاري، فهو بيقدم خدمه تاكيديه وخدمه استشاريه، وهنشوفه برضو الكلام ده بالتفصيل قدام. فهي الاجابه سي، الاجابه سي، هو ده الديفينيشن اوف انترنال اوديتنج، هو ده تعريف التدقيق الداخلي او المراجعه الداخليه. ثالث مصدر معايا من المصادر بتاعه التوجيه الالزامي اللي هو مدونه الاخلاق، الكود اوف اسكس. تنص مدونه الاخلاق على المبادئ البرنسبلز، التوقعات الاكسبكتيشنز التي تحكم سلوك governing behavior of الأفراد والمنظمات individuals والorganizations في إجراء التدقيق الداخلي. فمدونة الأخلاق هي بتحكم البيهيفير، السلوك على مستوى الأفراد اللي شغالين في الشركة أو المنظمات، المنظمة وفلسفة المنظمة بشكل عام، كما تصف الحد الأدنى من متطلبات السلوك minimum requirement of conduct. يعني دي يعني مدونة الأخلاق بتقول لك أقل حاجة هقبلها منك، والتوقعات السلوكية بدلا من الأنشطة المحددة behavior expectations rather than specific activities. طيب إيه المعايير بقى؟ قال لك تركز المعايير على المبادئ principle focused، وتوفر إطارا framework لأداء وتعزيز التدقيق الداخلي. والمعايير هي متطلبات إلزامية mandatory requirements تتكون من بيانات بالمتطلبات الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ولتقييم فعالية أدائه، المتطلبات قابلة للتطبيق دوليا للمنظمات والأفراد، التفسيرات التي توضح المصطلحات والمفاهيم ضمن البيانات، لائحة المصطلحات glossary terms. ومن الضروري النظر في كل من البيانات والتفسيرات لفهم المعايير وتطبيقها بشكل صحيح، وتستخدم المعايير المصطلحات التي أعطيت معنى محددة أو أعطيت معاني محددة مدرجة في اللائحة. كل الكلام ده يا جماعة هنبقى نشوفه قدام، هنشوفه جزء كبير منه النهاردة وهنشوفه اتكرر معانا تاني قدام. وبتنقسم معايا المعايير لثلاث أنواع. فأنا المعايير عندي attribute standards، معايير خصائص أو معايير سمات، performance standards معايير اداء، implementation standards معايير تنفيذ. هيكلمك تاني عن المبادئ الاساسيه، وبيقول لك ان انا عندي 10 مبادئ اساسيه لازم تكون عارفهم، عارف ان دي يعني كل عنصر من دول من المبادئ الاساسيه الcore principles، وده طبعا في الماندتوري جايدنس، فدي حاجات انت عشان تشتغل في التدقيق الداخلي لازم تكون عارفها. demonstrates integrity، لازم يبقى في وصف للنزاهه. ايه المقصود بالنزاهه؟ demonstrates competence and due professional cares او due professional care، يظهر او اظهار للكفاءه والعنايه المهنيه اللازمه، حيث يجب على المدققين الداخلين بذل العنايه والمهاره المتوقعه diligence and skill expected من المدقق الداخلي الحكيم والمختص بشكل معقول، وليس يجب ان يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة الكافية لتحديد الاحتيال. فهو انت كمدقق داخلي في ناس تانية شغالة في حاجات الاحتيال، فيعرف يعمل الشغل بتاع الاحتيال ويعرف يتكلم مع الموظفين ويعرف يكتشف الاحتيالات، فدي حاجات انت مش مطالب بيها، اخد بالك. يجب على المدققين الداخليين الامتناع ريفرين عن المشاركة في مهمة عندما يفتقرون إلى المعرفة والمهارات والكفاءات الكافية لتقييم مجال التدقيق بشكل كامل. فخد بالك أنت كمدقق داخلي بتشتغل في كل حاجة في الشركة، ده وظيفتك كمدقق داخلي، لكن في حاجات أنت ممكن ما تبقاش عندك المعرفة والمهارة الكافية أنك تشتغل فيها، فدي حاجة مش مطلوبة منك من ضمن المبادئ المانداتوري الإلزامية عليك.
تالت حاجة أو تالت مبدأ يعني، موضوعية وخالية من أي تأثير لا داعي له، إن أنت مستقل independent is objective and free from undue influence، يتماشى مع استراتيجيات وأهداف ومخاطر المنظمة، aligns with the strategies, objectives and risks of the organization، أن يكون في وضع مناسب وفي عنده موارد كافية، is appropriately positioned and adequately resourced، يعني انك في مكانه كويسه كمراجع داخلي وعندك الصلاحيات انك تقدر تراجع، وفي نفس الوقت عندك الموارد اللي انت محتاجها عشان تعرف تعمل عملياتك المرتبطه بالمراجعه. سادس حاجه، يوضح الجوده والتحسين المستمر، demonstrate quality and continuous improvement، يتواصل بشكل فعال، communicates effectively، يوفر تاكيدا على اساس المخاطر، provides risk based assurance. تاسع حاجة، وجود نظرة ثاقبة أو استباقية وتركز على المستقبل، is insightful proactive and future focused، يعني عندك نظرة وبتعرف تشوف المستقبل، يعزز التحسين التنظيمي promotes organizational improvement. وبيقول لك احفظ المبادئ الأساسية العشر للتدقيق الداخلي لأن بيجي عليهم أسئلة، وطبعا المبادئ دي هنتكلموا عنها بالتفصيل لاحقا، مش النهارده ان شاء الله، قدام كده شويه هنتكلموا عن المبادئ دي. يمكن استخدام المبادئ الاساسيه كمعيار كبنش مارك لقياس فعاليه نشاط التدقيق الداخلي. البنش مارك ده عباره عن ايه؟ ان انا يعني تقدر تقول عندي حاجه برجع لها لما اجي اشتغل، فانا المبادئ دي هي حاجات برجع لها لما اجي اشتغل. لو اختلفنا في حاجه كنشاط تدقيق داخلي او كمراجعين مثلا، لا احنا عندنا معيار نمشي عليه، حاجه كده نبص لها نشوفه المفروض نشتغل ازاي. ولاحظ ان تطبيق تلك المبادئ يعطي صوره عن فعاليه التدقيق الداخلي. معايا سؤال هنا وبعدين سؤال تاني، نشوفه السؤال ده. The core principles for professional practice of internal auditing are the basis for internal audit effectiveness. Which of the following is not a core principle? مين من الجاي مش مبدأ أساسي عندي؟ Is objective and free from undue influence؟ إن أنا independent؟ لا، دي موجودة معايا. Demonstrates quality and continuous improvement؟ موجودة برضو. فدي موجودة ودي موجودة. وهو بيقول لك is not، انا هعملها لك بولد بحيث انك ايه يعني تاخد بالك من الاسئله دي، لان اغلب الشهادات المهنيه بالمنظر ده يحط لك نوت كده في النص، فلازم تقرا السؤال كويس. يعني eliminates risk management process that are inadequate and ineffective، aligns with strategies objectives and risk of the organization. دي موجوده، فهي الاجابه هي سي، اللي هي eliminates risk management process that are inadequate غير ملائمة and ineffective غير فعالة. ان انا بعمل risk management process اللي هي غير ملائمة او غير فعالة، وهي الاجابة C، واداك هنا العشر core principles. طيب نشوف السؤال التاني، بيقول لك the internal audit activity core principles can be used as which of the following metrics كمقاييس مؤشرات. هل ممكن استخدم الكور برينسيبلز ك متريكس؟ وهي متريكس مرتبطه اكتر على حد علمي يعني بمؤشرات رياضيه مثلا، فهل ممكن استخدمها كمؤشرات رياضيه؟ لا. طب بنش ماركس؟ Key performance indicators اللي هي مؤشرات تقييم الأداء اللي بيتم على أساسها تقييم أداء الأفراد مثلا، أو dashboards برضو لأ، فدي لأ ودي لأ، فهي الإجابة معايا البنش ماركس، فهي الإجابة بي. فبيقولك إن الـ core principles can be used as a benchmark against which to
مش عارف ايه ذا افكتيفنس اوف انترنال اوديت اكتيفيتي، ان انا يعني اقيم او ان انا اعمل الفعاليه الانترنال اوديت اكتيفيتي، نشاط التدقيق الداخلي. ماشي نرجع. هعطيك بقى ايه عنوان بعد كده، مقدمه عن المعايير، انترودكشن تو ذا ستاندردز. وبيقول لك توفر المعايير دليلا لممارسه التدقيق الداخلي، ويتم اختبار معظم المعايير في اختبار المدقق الداخلي المعتمد اللي هي السي اي اي. ولكن من المهم في البدايه فقط فهم هيكل المعايير الستراكشر اوف ذا ستاندردز. وهذا النص من معهد المدققين الداخليين الاي اي اي هو مخطط ممتاز للمعايير وهدفها. فالاي اي اي عامل النص ده بيكلمك فيه عن المعايير، قالك يتم اجراء التدقيق الداخلي في بيئات قانونيه وثقافيه متنوعه. طبعا التدقيق الداخلي بيتطبق في اكتر من بلد، في اكتر من صناعه، مع اكتر من ناس، فكل الحاجات دي بتختلف. للمنظمات التي تختلف في الغرض البيربوس، فانت عندك منظمات هادفه للربح، منظمات غير هادفه للربح، اشكال مختلفه، منظمات مدرجه في بورصه، مش مدرجه في بورصه، وهكذا. الحجم، اخد بالك السايز برضو، التعقيد الكومبليكسيتي، البنيه الاستراكشر، ومن قبل اشخاص داخل او خارج المنظمه. في حين ان الاختلافات قد تؤثر على ممارسه التدقيق الداخلي في كل بيئه، فان التوافق مع معايير معهد المدققين الداخليين للممارسات المهنيه للتدقيق الداخلي اللي هو ان انا اطبق المعايير يعني امر ضروري للوفاء بمسؤوليات المدققين الداخليين ونشاط التدقيق الداخلي. فانا بتكلم على الريسبونسبيلتي والانترنال اوديت اكتيفيتي. والغرض من المعايير هو ان هي بتبقى جايد، دليل للالتزام بالعناصر الالزاميه المانداتوري جايدنس للاطار الدولي للممارسات المهنيه. تاني حاجه ان هو بيعمل بروفايد، توفير اطار عمل لاداء وتعزيز مجموعه واسعه من خدمات المراجعه الداخليه ذات القيمه المضافه. وبقول لك هنا ان تعتبر وظيفه التدقيق الداخلي فعاله افكتيف عند كل من مجلس الاداره والاداره العليا عندما نقوم او تقوم بمراجعه القيمه المضافه فاليو ادينج اوديت، ان هو بيعمل عمليه مراجعه بتضيف قيمه للشركه، حيث تم اضافه شيء جديد او شيء جيد الى وظيفه او عمليه لم تكن موجوده من قبل. هو ده المقصود، ان انا باد فاليو، باد فاليو في اوبريشن، في بروسيس ما كانتش موجوده قبل كده. وضع الاسس، establish the basis لتقييم اداء التدقيق الداخلي، ده طبعا الغرض من المعايير. رابع حاجه تعزيز، فوستر كل من سير العمليات التنظيميه organizational process والعمليات التنظيميه organizational operations. ماشي، فرق ما بين البروسيس والاوبريشنز، كبر دماغك نكمل. طيب المعايير هي متطلبات اجباريه mandatory requirements، اخد بالك الستاندردز دي حاجات اجباريه عليك، وتركز على المبادئ principle focused وتتالف من، يعني ايه مبادئ؟ المقصود ان هي يعني ما بتخشش معاك في تفاصيل، لان زي ما قلنا بتختلف من صناعه لصناعه، فهو بيديك مجرد مبادئ تشتغل بيها، لازم المبادئ دي تطبقها ولازم تشتغل بيها. وتتالف من بيانات statements والمتطلبات الاساسيه core requirement للممارسات المهنيه للتدقيق الداخلي professional practice of internal auditing، ولتقييم فعاليه الاداء المطبقه دوليا على المستويات التنظيميه والفرديه evaluating the effectiveness of performance that are internationally applicable at organizational and individual levels، على مستوى التنظيمي وعلى مستوى الافراد اللي شغالين في الرقابه الداخليه. تفسيرات interpretations، توضيح التفسيرات، توضيح clarifying لكل من المصطلحات الترمس ضمن المعايير والمفاهيم الكونسبتس ضمن المعايير. طبعا الكلام ده برضو ايه قدام. وتشمل المعايير الستاندردز الى جانب منونة الاخلاقيات الكود اوف اسكس، فهو بيكلمك على المعايير والكود اوف اسكس برضو
جميع العناصر الإلزامية لإطار الممارسات المهنية الدولية. لذلك فإن التوافق مع مدونة الأخلاقيات والمعايير يدل على التوافق مع جميع العناصر الإلزامية لإطار الممارسات المهنية والدولية. فأنت لازم تتوافق مع الحاجات دي عشان لأن دي حاجات مانداتوري، حاجات إجبارية عليك. وتستخدم المعايير المصطلحات على النحو المحدد تحديدا في اللائحة جلوسري. احنا بنشوفه برضو الجلوسري ده عامل ازاي. لفهم المعايير وتطبيقها بشكل صحيح من الضروري مراعاة المعاني المحددة في اللائحة. وعلاوة على ذلك تستخدم المعايير كلمة يجب must لتحديد متطلبات غير مشروطة unconditional requirement، وكلمة ينبغي should حيث يتوقع المطابقة ما لم تكن الظروف تبرر الانحراف عن تطبيق الحكم المهني. فmust دي unconditional requirement، يعني حاجة ما فيش شروط انك يعني تخليك ما تطبقهاش. لكن should في الحالة دي لو عندك مثلا حاجات تبرر انك ما تطبقش المعيار، في الحالة دي ممكن ما تطبقهاش. تمام، هنبقى نشوفه برضو الكلام ده قدام مش دلوقتي. وتتألف المعايير من فئتين رئيسيتين، معايير الخصائص الاتريبيوت ستاندرز، ودي بتعتبر معايير عن السلوك البيهيفير للمنظمة والأفراد، ومعايير الأداء البرفورمانس ستاندرز، ودي معايير مرتبطة بالورك فلو. أخد بالك احنا قلنا ان المعايير تلات حاجات، معايير خصائص ومعايير أداء وعندي معايير تنفيذ. لكن هو هنا قال لك ان انا عندي فئتين رئيسيتين من المعايير اللي هي خصائص وأداء، وفئة تانية غير رئيسية اللي هي معايير التنفيذ. هنتكلموا برضو عن كل واحدة من المعايير دي. وتتناول معايير الخصائص اللي هي أول واحدة خصائص المنظمات والأفراد الذين يقومون بالتدقيق الداخلي attributes of organizations and individuals performing the internal auditing، في حين تصف معايير الأداء اللي هي performance standards طبيعة التدقيق الداخلي nature of internal auditing، وتوفر معايير الجودة التي يمكن قياس أداء هذه الخدمات على أساسها provide quality criteria against which of the performance of these service can be measured. وتنطبق معايير الخصائص اللي هي الاتريبيوت والاداء اللي هي البرفورمانس على جميع خدمات التدقيق الداخلي، في حين بقى تتوسع معايير التنفيذ في معايير الخصائص والأداء من خلال توفير المتطلبات المطبقة على كل من الخدمات التأكيدية assurance services والخدمات الاستشارية consulting services. معايير التنفيذ يا جماعة بتقول لك ازاي تطبق معايير الخصائص، وبتقول لك ازاي تطبق معايير الأداء. معايير التنفيذ بتقول لك لو هتطبق في معايير الخصائص تطبق ازاي لو بتقدم خدمات تأكيدية. اخد بالك، لو بتقدم خدمة تأكيدية انت كمراجع عندك انك تقدم خدمة تأكيدية او تقدم خدمة استشارية. لو بتقدم خدمة تأكيدية تقدمها ازاي؟ لو بتقدم خدمة استشارية في معيار من معايير الخصائص، وهنشوفوا المعايير بتاعت الخصائص تقدمها ازاي. لو بتقدم خدمة استشارية في معيار للأداء تقدمه ازاي؟ لو بتقدم خدمة تأكيدية في معيار الأداء تقدمه ازاي؟ فتلاقي كاتب لك جنب المعيار ايه ده معناه ان انا بقدم خدمة تأكيدية، او لو المعايير دي موجودة في ملف ممكن تلاقيه برضو موجود باللغة العربية، هو اكيد موجود باللغة العربية. بدل ما يكتب لك ايه يكتب لك ته، فته كده معناه ان انا بتكلم على المعيار وتنفيذ المعيار لو بقدم خدمة تأكيدية برضو. طب ايه الخدمات التأكيدية وامثلة على الخدمات التأكيدية؟ هنشوفوا الكلام ده قدام. وايه برضو الخدمات الاستشارية وامثلة عليها هنشوفوها قدام. فاحنا قلنا الخدمات التأكيدية ان هي ايه، او يكتب لك لو بتشوف المعايير باللغة العربية هيكتب لك تي، او استشارية يكتب لك سي، او بالعربي يكتب لك الف. طيب ايه هي الخدمات التأكيدية بشكل سريع؟ برضو هو عبارة عن التقييم الموضوعي Objective assessment للأدلة الإيفيدنس من قبل المدقق الداخلي لتقديم آراء واستنتاجات بشأن منشأة entity أو operation عملية أو وظيفة function
او بروسيس او سيستم، وبناء عليه من الخطأ حصر من التدقيق الداخلي في مهام محددة. يعني في ناس تفتكر ان المدقق الداخلي مرتبط بس مثلا بمهام مرتبطة ب مثلا سيستم، مثلا نظام، او بحاجات فاينانس، حاجات مرتبطة بالمحاسبة والجودة. لا، الكلام ده مش موجود، او اي موضوع اخر. ويتم تحديد طبيعة ونطاق مهمة التأكيد من قبل المدقق الداخلي. وبشكل عام هناك ثلاث طرق مشارك او ثلاثة اطراف مشاركين في خدمة التأكيد. خدمات التأكيد فيها ثلاث اشخاص، اللي هم الشخص او المجموعة المشاركة مباشرة في الكيان او التشغيل او الوظيفة او العملية او النظام او اي موضوع اخر، اللي هو مالك العملية. يعني اللي انا مثلا كمدقق رايح بدقق عليه، انا بدقق مثلا على قسم مثلا الانتاج مثلا، فالناس بتوع قسم الانتاج دول اللي هم اللي هي الناس او المجموعة المشاركة بشكل مباشر. تمام، هنتكلم على الكلام ده برضو تاني. تاني حاجة، الشخص او المجموعة التي تجري التقييم، اللي هو المدقق الداخلي نفسه. فانا عندي الناس اللي بدقق عليهم وعندي انا كمدقق داخلي. وتالت حاجة، الشخص او المجموعة التي تستخدم التقييم، اللي هو المستخدم، اللي هو هياخد في الاخر، المقصود تستخدم التقييم اللي هو هياخد التقرير بتاع المراجع الداخلي ويستخدمه، اللي هو مثلا في الحالة دي ممكن يبقى مدير الانتاج. فانا عندي الانتاج، قسم الانتاج ده اللي هو المجموعة المباشرة، انا كمدقق داخلي، خد بالك، ده اللي هو اللي بيجري عملية التقييم، وبعدين مدير الانتاج اللي هو هياخد مني تقرير الانتاج ويستخدمه، تقرير المراجعة ويستخدم. طبعا يا جماعة احنا المحاضرة دي لسه بنسخن، فكل الكلام ده افهمه كده زي ما تفهمه، بعد كده هناخده تفاصيله. طب دي الخدمات التأكيدية. الاستشارية بقى دي ذات طبيعة استشارية، advisory in nature، ويتم اجراءها بشكل عام بناء على طلب محدد من عميل المهمة. عميل المهمة المقصود بيه اللي هو مثلا قسم اللي انا هعمل عليه التدقيق، قسم الانتاج مثلا، بتوع المبيعات مثلا، قسم المبيعات، اي قسم هعمل له عمليات التدقيق، هو ده بنسميه عميل المهمه، الانجيجمنت كلاينت. وتخضع طبيعه ونطاق المهمه الاستشاريه للاتفاق اجريمنت مع عميل المهمه. وممكن يبقى صاحب الشركه، صاحب الشركه نفسها بيطلب مني حاجه استشاريه. وتشمل الخدمات الاستشاريه بشكل عام طرفين. هنا بقى انا عندي اتنين بس، اللي هو المدقق الداخلي وعميل المهمة، مدير الانتاج مثلا والمدقق الداخلي. وعند اداء الخدمات الاستشارية يجب على المدقق الداخلي الحفاظ على الموضوعية وعدم تحمل مسؤولية الادارة. فخد بالك، انا رحت مثلا ادقق على بتوع الانتاج، انا مش هشيل مسؤوليات هم بيشيلوها، لا، انا مجرد ان انا بقدم خدمة استشارية، انا استشاري بديك خدمات استشارية، لكن مش هشيل عنك مسؤولية انت هتشيلها. وتتوسع اكسباند معايير التنفيذ عن معايير الخصائص والاداء. تمام، معايير التنفيذ بتتوسع عن معايير الخصائص والاداء، اللي هي المعايير الامبلمنتيشن ستاندردز دي، يعني بتشمل الاثنين، حيث انها توفر المتطلبات المطبقة في عمليات التأكيد والاستشارات. هو بيقول لك بقى لو بتقدم المعايير خصائص في او يعني بتندرج تحت معيار من معايير الخصائص، اخد بالك، في خدمة تأكيدية تشتغل ازاي. طيب لو بتقدم بقى المعيار ده في خدمة استشارية تشتغل ازاي. ومعايا سؤال هنا، الكلام ده طبعا ينطبق على معايير خصائص او معايير الاداء، البرفورمانس والاتريبيوت. نشوف السؤال، which standards expand open the other categories of standards. expand دي على طول ان انا بتكلم على ال implementation standards، فالاجابة هي B. تمام، طيب نكمل. معلش، خليها معايير التنفيذ، ترجمة غلط، implementation standards على كل من، تنطبق المعايير بتاعت التنفيذ دي على كل من المدققين الداخليين الفرديين ال individual internal auditors، والنشاط نفسه internal audit activity.
وجميع المدققين الداخليين مسؤولون عن الامتثال للمعايير المتعلقة بالموضوعية الفردية الـ individual objectivity، الكفاءة الفردية proficiency individual proficiency، والعناية المهنية الواجبة أو اللازمة due professional care. في عندي حاجة هنا نشوفوها وبعدين نكمله. تعني العناية المهنية اللازمة أن المدققين الداخليين يجب أن يبذلوا العناية والمهارة المتوقعة من مدقق داخلي حكيم ومختص بشكل معقول في ظل نفس الظروف أو ظروف مشابهة. ويجب أن ينتبه المدققون الداخليون إلى ما يلي: إمكانية الاحتيال أو الخطأ المتعمد، ياخد باله لحاجة زي دي، الأخطاء أو الـ errors and omissions، يعني هو غلط، يعني مثلا مثال على الغلط ان هو بدل ما يحط مثلا ما يكتب مثلا رقم زي مثلا عايز كده مثلا 1002 مثلا، راح كاتب مثلا 102، فده خطأ، ده ايرور. اوميشن ان هو الناس هيحط الرقم ده اساسا، ال 1002 ده الناس هيحطه. طيب الهدر وعدم الكفاءه الويست اند ان افشنسيز، عكس الكفاءه الافشنسي، عدم الفعاليه الان افكتفنس، طب فرقنا ما بين الكفاءه والفعاليه، تضارب المصالح الكونفليكت اوف انترست، يبقى في تضارب من المصالح ما بين الاشخاص ما بين الادارات، الحاجات دي لازم ياخدها المراجع الداخلي او المدقق الداخلي في حساباته، الظروف التي من المرجح ان تحدث فيها المخالفات السيركمستانسز which irregularities مش عارف ايه are most likely to occur irregularities مش ماشي. سابع حاجة تحديد الضوابط غير الكافية التي تتطلب التحسين identifying inadequate controls that require improvement. برضو الكلام ده هيبقى ايه معانا قدام، احنا لسه بنبتدي. فدي تالت حاجة معايا اللي هي المدقق الداخلي لازم يمتثل ليها. رابع حاجة والمعايير ذات الصلة بأداء مسؤولياته الوظيفية standards relevant to the performance of their job responsibilities. فانت بتأدي وظيفة معينة في عندك معايير بتحكمك، لازم تلتزم بالمعايير دي. فاحنا قلنا ان انت يبقى عندك موضوعية، يبقى عندك كفاءة تبذل العناية المهنية الواجبة او اللازمة. تاني حاجة تلتزم بالمعايير ذات الصلة بالمهمة اللي انت بتنفذها. الرؤساء التنفيذيون للتدقيق مسؤولون ايضا عن التوافق العام لنشاط التدقيق الداخلي مع المعايير internal audit activities overall conformance with standards. اذا كان المدققون الداخليون او نشطاء التدقيق الداخلي محظورا بموجب قانون او لائحة من الامتثال لاجزاء معينة من المعايير، فانه التوافق مع جميع الاجزاء الاخرى من المعايير امر ضروري، والافصاحات المناسبة امر ضروري. يعني انت لو عندك قانون مثلا بيمنعك انك تلتزم بمعيار من المعايير، فده معناه انك لازم تلتزم لباقي المعايير، وانك تفصح عن ان في قانون او في لائحة بتمنعك من انك تلتزم بمعيار من المعايير. اذا تم استخدام المعايير جنبا الى جنب مع المتطلبات الصادرة من هيئات رسمية اخرى requirements issued by other authoritative bodies، فقد تشير اتصالات التدقيق الداخلي internal audit communications ايضا الى استخدام متطلبات اخرى، وده حسب الاقتضاء. احنا بنشوف الكلام ده قدام. في مثل هذه الحالة اذا كان نشاط التدقيق الداخلي يشير الى التوافق مع المعايير وكان هناك تضارب بين المعايير والمتطلبات الاخرى، يجب ان يتوافق المدققون الداخليون ونشاط التدقيق الداخلي مع المعايير، وقد يتوافقون مع المتطلبات الاخرى اذا كانت المتطلبات اكثر تقييدا more restrictive. برضو خلي الكلام ده قدام. مراجعة وتطوير المعايير هي عملية مستمرة ongoing process، عملية مستمرة ان انت بتراجع وبتطور في المعايير. ويشارك مجلس معايير التدقيق الداخلي الدولي في مشاورات ومناقشات مخصصة قبل اصدار المعايير. فالمعايير السنة دي غير معايير السنة الجاية، بيغيروها بشكل مستمر لان انت بتتكلم على ان هو بيشوف
البيست براكتس، يعني بيبص للسوق وبيشوف افضل حاجه شغاله في السوق وبيطبق بيها، فبيغير دايما في المعايير. والكلام ده بيمشي في معايير التدقيق، اخد بالك، وبيمشي برضو في المعايير بتاعه المحاسبه الاي اف ار اس مثلا، دايما بيغيروا فيها، بيعدلوا فيها، بيضيفوا، بيشيلوا، وهكذا. الدنيا كلها يعني بتتطور. وهذا يشمل التماس عالمي للتعليق العام من خلال عملية مسودة العرض، ويتم نشر جميع مسودات العرض في موقع الـ IIA، بالإضافة إلى توزيعها على جميع المعاهد التابعة للـ IIA. ماشي، سيبك من الكلام ده. طيب، إيه أنواع المعايير؟ تاني بنعيد عليهم: معايير السمات أو الخصائص الـ Attribute Standards، ودي بتبدأ معايا من المعيار رقم 1000، اخد بالك، بيميزوها كده بان هو في واحد هنا 1000، يعني 1000، ودي مرتبطه بالبيهيفير السلوك. وتهتم معايير السمات وهي من 1000 لحد 1300 بخصائص المنظمه والاطراف التي تقوم بانشطه المراجعه. فانا عندي كده كام معيار؟ 4: المعيار رقم 1000، والمعيار رقم 1100، والمعيار رقم 1200، والمعيار رقم 1300. اول معيار اللي هو بعنوان الغرض والسلطه والمسؤوليه، البيربوس اوثوريتي اند ريسبونسبيلتي، وهنتكلموا عن المعيار ده بشكل كويس النهارده، اللي هو رقم 1000 من معايير الاتريبيوت. عرفت ازاي انه من الاتريبيوت؟ ان هو بيبتدي بواحد يعني. يجب تحديد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي رسميا في ميثاق التدقيق الداخلي. عندي حاجة اسمها internal audit charter، بحدد فيه الغرض من التدقيق الداخلي، السلطة بتاعة التدقيق الداخلي، والمسؤوليات بتاعة التدقيق الداخلي بما يتوافق مع المعايير، ويوافق عليها مجلس الإدارة. مجلس الإدارة بيوافق على الميثاق ده، فلازم مجلس الإدارة يمديلي على الميثاق ده، وهنتكلموا عن الميثاق ده برضو النهاردة. الاستقلالية والموضوعية تاني معيار من معايير السمات، وده المعيار رقم 1100. بيقول لك يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقل، ويجب أن يكون المدققون الداخليون موضوعيين في أداء عملهم. زي ما قلنا الأوبجكتيفيتي اللي هي الموضوعية مرتبطة بالمدقق، الاندبندنت اللي هو الاستقلال مرتبط بالنشاط بتاع التدقيق الداخلي. فده اللي هو تاني معيار. تالت معيار الكفاءة والعناية المهنية اللازمة، البروفيشنسي اند ديو بروفيشنال كيرز او بروفيشنال كير، اللي هو المعيار رقم 1200. يجب ان يتم تنفيذ المهمة بكفاءة، وان يتم تقديم العناية المهنية الواجبة. ورابع معيار برنامج تأكيد وتحسين الجودة، كواليتي اشورنس اند امبروفمنت بروجرام، وده المعيار رقم 1300. ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق، وهو رئيس نشاط التدقيق الداخلي، تطوير والحفاظ على برنامج لضمان الجودة والتحسين، يغطي جميع جوانب نشاط التدقيق الداخلي ويراقب فعاليته باستمرار. ويتضمن هذا البرنامج تقييمات دورية داخلية وخارجية للجودة ومراقبة داخلية ومستمرة. ويجب تصميم كل جزء من البرنامج للمساعدة نساعد يعني نشاط التدقيق الداخلي على إضافة قيمة وتحسين العمليات للمنظمة. وعلاوة على ذلك يجب أن يوفر البرنامج تأكيدا على أن نشاط التدقيق الداخلي يتوافق مع تعريف التدقيق الداخلي والمعايير والمدونة بتاعت الأخلاقيات. تمام، برضو المعايير دي كلها بقى جماعة يعني هنروح ونيجي عليها طول المنهج إن شاء الله. فبيقول لك هنا لاحظ أن المعايير الأساسية زي مثلا أن أنا ببتدي بألف، 1100، 1200 وهكذا، هي دي معايير أساسية، دي معايير السمات أو الخصائص، بتبتدي 1100، 1200، 1300، أخد بالك، فهو ماشي بالمنظر ده. لكن المعايير دي ممكن يبقى فيها معايير فرعية، فيقول لك مثلا 1000 ده اللي هو الغرض والسلطة والمسؤولية، ده المعيار الأساسي. في معيار فرعي عبارة عن 1010، في معيار فرعي تاني عبارة عن 1020، في معيار فرعي ثالث عبارة عن 1030. أو يقول لك مثلا الاستقلالية والموضوعية، ده المعيار الأساسي الاندبندنس اند اوبجكتيفيتي، ده المعيار رقم كام؟ 1100. ففي معيار
تاني تحتيه معيار مش رئيسي بقى، معيار فرعي عبارة عن 1110 او 1120 او 1130 وهكذا. ده طبعا لو هتطلع اللي هي الملف بتاع المعايير. انا حاولت اجيبه بس مش عارف اللي حصل، معرفتش اجيبه يعني، او كسلت انشغلت، كنت عايز برضه ابص على الموضوع ده، لكن الايام بيننا يعني عادي نبقى نجيبه بعدين. نكمل. طيب تاني نوع معايا اللي هي معايير الاداء، البرفورمانس ستاندردز. احنا قلنا انواع المعايير عندي نوعين رئيسيين، الاتريبيوت اللي هي السمات، والبرفورمانس اللي هي الاداء. بص احنا بنكرره في الحاجه كتير بحيث انك تطلع من المحاضره حافظ الليله دي كلها، حافظها وفاهمها يعني ان شاء الله. طيب المعايير دي بتبدا معايا من الرقم، في صفر زياده ولا انا مش شايف؟ لا مظبوط، 2000. تبدا من رقم 2000، ودي معايير مرتبطه بالورك فلو، على عكس الاتريبيوت كانت مرتبطه بالبيهيفير بالسلوك. فبتبدا المعايير دي من 2000، وعندي فيها من معايير الاداء من 2000 لحد 2600. فانا عندي معيار اهو 1 2 3 4 5 6 7. طيب اول معيار خلينا بس نشوفه، دي تصف معايير الاداء، انشطه التدقيق الداخلي والمعايير التي يمكن على اساسها تقييم اداء هذه الخدمات. المكونات الاساسيه لمعايير الاداء، فدي مكونات اساسيه مرتبطه عندي بالبرفورمانس ستاندردز. عندي اول مكون وهو اداره نشاط التدقيق الداخلي، مانجنج ذا انترنال اوديت اكتيفيتي، وده المعيار رقم 2000. يجب ان يدير الرئيس التنفيذي للتدقيق نشاط التدقيق الداخلي بفعاليه، يبقى فيه effectiveness للتاكد من انه يضيف قيمه الى المؤسسه. طيب ده اول نشاط. تاني نشاط طبيعه العمل، النيتشر اوف ورك، ده المعيار رقم 2100. يجب ان يقوم نشاط التدقيق الداخلي بالتقييم والمساهمه في تحسين عمليات الريسك مانجمنت، اداره المخاطر، الكنترول، الرقابه، الجوفرنس اللي هو الحوكمه، باستخدام نهج منظم ومنضبط. المعيار اللي معايا بعد كده اللي هو تخطيط المهام، انجيجمنت بلاننج، وده المعيار رقم 2200. يجب على المدققين الداخليين تطوير وتسجيل خطه لكل مهمه، بلان فور اتش انجيجمنت، بما في ذلك السكوب النطاق بتاع المهمه، الاوبجكتيفز الاهداف بتاعت المهمه، التايمنج توقيت المهمه، وتخصيص او توزيع الموارد، الريسورس allocations. معيار اللي بعد كده اللي هو تنفيذ المهمه، performing of او performing the engagement، وده المعيار رقم 2300. يجب على المدققين الداخليين identify تحديد، analyze تحليل، evaluate تقييم، record تسجيل المعلومات الكافيه لتحقيق اهداف المهمه. Sufficient information to achieve the engagement's objectives. خد بالك، sufficient information معلومات كافية ان هو يحقق اهداف المهمة. المعيار اللي بعد كده ان انا ببلغ النتائج، communicating results، وده المعيار 2400. ويجب على المدققين الداخليين الابلاغ عن النتائج المهمة، فهم بيطلعوا بقى تقرير، في تقرير بيروح للإدارة وفي تقرير بيروح لمجلس الإدارة. المعيار بعد كده مراقبة التقدم، monitoring progress، اللي معيار رقم 2500. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق إنشاء والحفاظ على نظام لمراقبة التصرف في النتائج التي يتم إبلاغ الإدارة بها. فأنا قلت لك مثلا رحت مسكت تدقيق لنشاط من الأنشطة جوه الشركة، قلت لك في مشاكل صلحها. لازم عندي معيار هنا مرتبط بالأداء بيقول لي لازم تروح تراقب وتشوف الناس عملت إيه، الاداره بتاعه النشاط اللي انت قدمت فيه التقرير، هل صلح المشاكل اللي عنده دي ولا لا. ده بشكل سريع كده ومبدئي. المعيار بعد كده قرار قبول الاداره للمخاطر، resolution of management's acceptance of risks، وده معيار رقم 2600. عندما يعتقد الرئيس التنفيذي للتدقيق ان الاداره العليا قبلت مستوى من المخاطر المتبقيه، فانا عندي residual risk،
قد تكون غير مقبولة للمؤسسة، يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق مناقشة الأمر مع الإدارة العليا، وإذا لم يتم حل القرار المتعلق بالمخاطر المتبقية يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق والإدارة العليا إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار. فخد بالك، يعني إحنا عندنا حاجة اسمها ريسك توليرانس، ريسك توليرانس اللي هو درجة التحمل أو قابلية ريسك توليرانس، قابلية إن أنا إيه يعني درجة أو مستوى قبولي للمخاطر. فعندي ممكن تقول ثلاث مستويات مثلا بشكل مبدئي كده، ثلاث مستويات من المخاطر. فانا عندي ريسك افيرس، ده واحد بيتجنب المخاطر، وعندي ريسك نيتشر او نيوترال، ريسك نيوترال اللي هو طبيعي يعني المخاطر، ريسك نيوترال وسط يعني اللي هو بيتجنب، ولا هو ريسك اجريسيف اللي هو بيدخل في المخاطر بشكل كبير. فانا بعمل ريسك مانجمنت بناء على طبيعة وفلسفة الادارة في رؤيتها للمخاطر واهداف المنظمة وطبيعة الصناعة والجو ده كله. فايه اللي بيحصل؟ بقلل على قد ما اقدر من الريسك، فبيبقى في عندي حاجة اسمها ريسيديوال ريسك، مخاطر متبقية. فممكن وانت بتعمل تدقيق تلاقي ان المخاطر المتبقية دي تختلف مع طبيعة وفلسفة الادارة في التعامل مع المخاطر. فلازم تعمل ايه؟ تروح رايح مبلغ الادارة العليا ان خدوا بالكم يا ادارة عليا، قسم الانتاج او قسم المبيعات او قسم الصيانة او اي قسم، الريسك او الريسيديوال ريسك اللي فيه يعني بتتجاوز فلسفتك في التعامل مع المخاطر. لو الإدارة العليا ما أخدتش ما تعاملتش مع الموضوع ده، أنت بتروح تبلغ مجلس الإدارة بالقرار، تمام؟ لكن أنت ملكش سلطة أنك تعمل حاجة، أنت بس مجرد أنك بتبلغ. وبيقولك هنا نفس الكلام دي برضو، خد بالك المعايير الأساسية بتبتدي مثلا معايا من 2000، فأنا عندي مثلا 2200، ده مثلا تخطيط المهام ده معيار أساسي. ممكن يبقى عندي 2210، ده معيار فرعي، 2220 ده معيار فرعي، وهكذا مع اي معيار. فبيقولك ده معايير اساسيه سواء كانت معايير اداء او معايير خصائص، ومعايير فرعيه بتنطبق برضو على معايير الاداء الرئيسيه ومعايير الخصائص الرئيسيه. معايير التنفيذ implementation standards دي لتنفيذ معايير السمات ومعايير الاداء، معايير السمات طبعا هي معايير الخصائص او معايير الاداء، وليس لها ترقيم مثل معايير السمات ومعايير الاداء. فخد بالك دي ما بتبتديش بقى برضو ب 2000 ولا ب 1000 ولا ب 3000، لا دي ملهاش ترقيم. وتنطبق معايير التنفيذ على نوعين محددين من الارتباطات. لو انا شغال كتاكيد اشورنس بيتكتب كده جنب المعيار A او T، او استشارات كونسلتنج بيتكتب C او الف، طبعا لو بتتكلم في معايير باللغه العربيه، وهما الخدمتين الذي يقوم بتقديم نشاط التدقيق الداخلي. فانا كانترنال اوديت اكتيفيتي بقدم خدمات تاكيديه او خدمات استشاريه. معايير التنفيذ بتقول لك لو شغال بمعايير سمات او معايير اداء في خدمه تاكيديه اتصرف بالمنظر ده، في خدمه استشاريه اتصرف بالمنظر ده. بيقول لك على سبيل المثال يتكون معيار اللي هو 1000 اللي هو ضمن معايير السمات اللي هو الغرض والصلاحيه والمسؤوليه، من معيار التنفيذي 1000A1 او 1000C1، اخد بالك؟ فA1 ده معيار تنفيذي بينص على ايه بقى، هو مش قايل لك هنا، لكن هنبقى نشوفه قدام حاجات بالمنظر ده. فانا عندي المعيار الاساسي اللي هو 1000، في معيار تنفيذي للمعيار الاساسي، المعيار التنفيذي اسمه A1.1000 أو C1.1000. فA1 ده انت بتتكلم على معيار تأكيدي، اخد بالك؟ او في خدمة، او لو انت بتقدم خدمة تأكيدية الاصح يعني، لو انت بتقدم خدمة تأكيدية. طيب لو بتقدم خدمة استشارية فهو C1 ده، وهي للتأكيد والاستشارات على التوالي.
لو تأكيد A لو استشارة C. وتشمل خدمات التأكيد الأشورنس سيرفيسز اللي هي بتقدمها نشاط التدقيق الداخلي والمدقق الداخلي، التقييم الموضوعي للمدقق الداخلي، الانترنال اوديت اوبجكتيف اسسمنت للأدلة الإيفيدنس لتقييم رأي مستقل، ان انا اقدم رأي مستقل independent opinion، ثواني هايلايتر اهو independent opinion، او استنتاجات مستقلة independent conclusions. ويحدد المراجع الداخلي طبيعة ونطاق النيتشر اند سكوب مهمة التأكيد. وعندي هنا في المهام التأكيدية او الخدمات التأكيدية ثلاث اطراف زي ما قلنا، اللي هو المالك العملية بروسيس اونر اللي هي الادارة او صاحب الشركة او اي حاجة بعمل له خدمة تأكيدية، والمدقق الداخلي، واليوزر اللي هو هيستخدم التقرير، التقرير اللي انا بطلعه في الاخر كمدقق داخلي، ولا يشترط او كنشاط تدقيق داخلي يعني بيطلع تقرير، ولا يشترط ان يكون العميل هنا هو صاحب العمل، حيث قد يكون العميل هو ادارة من الادارات. يعني خد بالك اللي هو بروسيس اونر ده او اي حاجة مش شرط يكون صاحب الشغل، لا ممكن يبقى ادارة من الادارات. طيب عند الخدمات الاستشارية الكونسلتنج سيرفيسز، ايه الامثلة على كده؟ الخدمات دي ذات طبيعة استشارية اولا، ويتم اجراها بشكل عام بناء على طلب محدد من العميل، وتخضع طبيعة ونطاق المهمة الاستشارية للاتفاق مع العميل. فانا بيجيلي مثلا العميل هنا المقصود بيه مثلا اللي هو مدير في القسم مثلا، ده بالنسبة لي عميل، بيجيلي عايز انشطة استشارية، اخد بالك بتدخل ضمن نشاط كشغل يعني في التدقيق الداخلي، فدي خدمات استشارية. زي مثلا تشمل خدمات او بيقول لك هنا هناخده امثلة بعدين، لكن بيقول لك هنا ان الخدمات الاستشارية دي بيبقى فيها طرفين بس، اللي هو المدقق الداخلي internal auditor وعملية او عميل الارتباط engagement client، اللي هو الانترنال اوديتور اللي هو المراجع، وانججمنت كلاينت اللي هو المدير مثلا بتاع اي قسم او اي حاجه، اللي هو طلب مني خدمات استشاريه. وطبعا الخدمات الاستشاريه ليها شروط، فاحنا برضه هنتكلموا عن الخدمات الاستشاريه. فالاستشاريه دي الخدمات الاستشاريه دي مش هو شغل الاساسي، انا شغل الاساسي ان انا خدمات تاكيديه وبقدم خدمات استشاريه لو حد طلبها مني. ملاحظة، يجب على المدقق الداخلي الحفاظ على الموضوعية الاوبجكتيفيتي وعدم تحمل مسؤولية الإدارة عند إدارة الخدمات الاستشارية. فخد بالك إن المدير ده مثلا بتاع الإنتاج هيجي يتسأل في الآخر على تكاليف، هيجي يتسأل على القسم بتاعه، أخد بالك كهو كوست سنتر، هيتسأل على الحاجات بتاعته كلها. ففي الحالة دي هو اللي هيتسأل على حاجة زي دي، مش أنا اللي هتسأل عليها، أنا بس بديك خدمة استشارية، بديك استشارات. وبقول لك هنا تكون الاستقلالية أكبر عندما يقوم المراجع بخدمات تأكيدية. أنت لما بتقدم خدمة تأكيدية هنا بتكون استقلالي أكتر لما من إنك تروح تقدم خدمات استشارية. ماشي. وبالتالي وباختلاف نوع الخدمة التي سيقدمها نشاط التدقيق الداخلي سواء كانت خدمة تأكيدية أو استشارية، سوف يختلف التنفيذ. وده وفقا للـ implementation standards. طيب ده كده الماندتوري جايدنس، خلينا نشوفه بقى ايه الريكومندد جايدنس، الارشادات الموصي بها. اول ارشاد معايا اللي هو ارشاد التنفيذ او التطبيق implementation guidance، ودي تساعد ارشادات التنفيذ المدققين الداخليين في تطبيق المعايير applying the standards، ودي تتناول بشكل جماعي نهج التدقيق الداخلي ومنهجيات التدقيق الداخلي. فبيتكلم على الانترنال اوديتنج approaches او internal auditing methodologies واعتبارات التدقيق الداخلي internal auditing consideration، ولكنها لا توضح بالتفصيل العمليات البروسيس او الاجراءات البروسيجرز. ده اول شكل معايا. تاني حاجه معايا من الارشادات هي ارشادات التكميليه supplemental guidance، وده طبعا الارشادات التنفيذيه والتطبيقيه اللي هي التنفيذيه او التطبيقيه، والارشادات التكميليه اتكلمنا عنها في الرسمة اللي كانت جات معانا في اول محاضرة.
طيب توفر الإرشادات التكميلية إرشادات تفصيلية Detailed Guidance لإنشاء أو لإجراء أنشطة التدقيق الداخلي، وتشمل المجالات الموضوعية والقضايا الخاصة بقطاع معين، وكذلك العمليات والإجراءات Process and Procedures، الأدوات والتقنيات اللي هتستخدمها كمراجع يعني Tools and Techniques، البرامج Programs، والنهج خطوة بخطوة Step by Step Approaches، وأمثلة على النتائج examples of deliverables. طيب برضو تفاصيل قدام مش دلوقتي، لكن اعرف ان انا عندي ارشادات إلزامية وارشادات موصي بها. الارشادات الإلزامية اتكلمنا عنها، والارشادات الموصي بها عبارة عن اتنين من الارشادات. طيب هعطي لك ملاحظة هنا، بيقول لك إن زمان كان هناك فئة من الإرشادات الموصى بها تسمى الإرشادات التطبيقية Practice Advisors، كان الإشارة ليها BAS، وقدمت الإرشادات التطبيقية إرشادات مفصلة لتطبيق المعايير، وكانت أفضل الممارسات التي أقرها معهد المدققين الداخليين لتطبيق التعريف ومدونة الأخلاق والمعايير الماندتوري جايدنس. عشان نطبق الماندتوري جايدنس كان عندي ارشادات موصي بيها اسمها ارشادات تطبيقيه، كانت بتديني تطبيقي للمانداتوري جايدنس بشكل كويس. بينما مثال الارشادات التطبيقيه مدرجه في الارشادات الموصي بها فقد تم تضمينها هنا عند الاقتضاء. يعني واحنا شغالين كده ان شاء الله هقول لك ان دي ارشادات تطبيقيه هي خلاص اتلغت، لكن بتوضح لك حاجات. وتميل الارشادات التطبيقيه لان تكون اطول واكثر تفصيلا من ادله التنفيذ، وبالتالي فهي تمثل أداة ممتازة عند التحضير للاختبار. كما أنه في السابق كانت الإرشادات الموصي بها هي ورقة الموقف Position Paper، ومستشار الممارسة Practice Advisors، وأدلة الممارسة Practice Guidance. أخد بالك كل الحاجات دي هتلاقيها في كتب قديمة عن السنة دي، عن 2020 و2021. فزمان كانت دي الارشادات الموصي بها. دلوقتي الارشادات دي تم اختصارها في حاجتين بس، اللي هم تاني نرجعوا نأكدوا عليهم: ارشادات التنفيذ والتطبيق implementation guidance، والارشادات التكميلية اللي هي supplemental guidance. وبكده يا جماعة نكونوا خلصنا الحمد لله أول موضوع معانا النهاردة في سيكشن A أو سيكشن 1. تاني موضوع معانا، تعال نخشه في تاني موضوع معانا. الغرض والسلطة والمسؤولية لنشاط التدقيق الداخلي The purpose authority and responsibility of the IAA، اللي هو ده طبعا المعيار رقم 1000 من معايير السمات الاتريبيوت. ان الغرض من نشاط التدقيق الداخلي وسلطته ومسؤولياته هو الاساس الذي تقوم عليه هيئه التدقيق الداخلي اثناء اداء عملها، اللي هي الاوديت كوميتي يعني. ونص المعيار رقم 1000 وكذلك تفسيراته ومعايير التنفيذ موضحه هنا. المعيار بيقول لك يجب تحديد الغرض من نشاط التدقيق الداخلي وصلاحياته ومسؤولياته رسميا في ميثاق التدقيق الداخلي، بما يتوافق مع مهمة التدقيق الداخلي المشن of the internal audit والعناصر الإلزامية mandatory elements لإطار طبعا اللي هو الـ IBBF. وبالتالي يمكن القول أن ميثاق التدقيق الداخلي يأتي بشكل مباشر من إطار الممارسات المهنية الدولية الـ IBBF، ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومراجعة ميثاق التدقيق الداخلي بشكل دوري، ان هو يراجع يعني ميثاق التدقيق الداخلي، مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي بشكل دوري بريوديكالي، وان هو يقدمه لكل من الادارة العليا سينيور مانجمنت ومجلس الادارة اللي هو البورد للموافقة عليه، ياخد ابروفال. طيب ترجمة interpretation: ميثاق التدقيق الداخلي هو وثيقة رسمية تحدد الغرض من نشاط التدقيق الداخلي وصلاحياته ومسؤولياته.
يحدد ميثاق التدخير الداخلي موقف نشاط التدخير الداخلي داخل المؤسسة، بما في ذلك طبيعة علاقة تقديم التقارير الوظيفية للرئيس التنفيذي للتدخير الداخلي مع مجلس الإدارة. يصرح بالوصول إلى السجلات والوظائف والممتلكات المادية ذات الصلة بأداء الارتباطات، إن أنا يعني بأداء شغلي في تدخيري الداخلي، ويحدد نطاق أنشطة التدخير الداخلي. والموافقة النهائية على ميثاق التدخير الداخلي من اختصاص مجلس الإدارة. فخد بالك، اللي بيوافق على التشارتر ده هو مجلس الإدارة، التشارتر بتاع الانترنال اوديت، هنتكلموا عنه برضو بالتفصيل. فده ترجمة للمعيار ده. طيب ايه معايير التنفيذ للمعيار ده؟ لو بتقدم خدمة اشورنس، خدمة تأكيدية، يجب تحديد طبيعة خدمات التأكيد. لازم تحدد طبيعة الخدمة التأكيدية او الخدمات التأكيدية المقدمة للمؤسسة في ميثاق التدقيق الداخلي. وفي حالة تقديم تأكيدات الى اطراف خارج المنظمة، يجب تحديد طبيعة هذه التأكيدات في ميثاق التدقيق الداخلي. طيب لو بتقدم خدمة بقى استشارية في ميثاق التدقيق الداخلي، يجب تحديد الطبيعة برضو في الميثاق، ويجب ذكر الغرض من سلطة التدقيق الداخلي وسلطاتها ومسؤوليتها في ميثاق التدقيق الداخلي، وده هنتكلموا عنه بالتفصيل لاحقا. فاحنا كده خلصنا الموضوع التاني معانا، وهو موضوع سهل. نخش بقى على التشارتر ده، اللي هو الميثاق ده اللي بنتكلموا عنه، ميثاق التدقيق الداخلي Internal Audit Charter. يوفر بشكل سريع كده، يوفر الأساس لتقييم نشاط التدقيق الداخلي. فهو provide a basis for evaluating the internal audit activity. Evaluating the internal audit activity. وده الميثاق ده مهم جدا. يوفر ميثاق التدقيق الداخلي، أو بنسميه التشارتر، الميثاق لنشاط التدقيق الداخلي، تفويضا رسميا للقيام بعمله. الميثاق هو ده بيتم كتابته بواسطة الرئيس التنفيذي للتدقيق، يعني written by the chief audit executive اللي هو CAE. تاني حاجة، معتمد من الإدارة العليا ومجلس الإدارة أو لجنة المراجعة، approved by the senior management and the board or audit committee. وبقول لك هنا انه يمكن القول انه من بين الاختلافات بين مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، ان مجلس الإدارة بيتم انتخابه election من المساهمين، فالمساهم بينتخب مجلس الإدارة، اللي بينتخب المجلس اللي هو شايف انه هيقضي له المصالح اللي هو عايزها، في حين ان لجنة المراجعة يتم تعيينها appointment من مجلس الإدارة. فاللي بيعين لجنة المراجعة هو مجلس الإدارة. طيب ده ميثاق التدقيق الداخلي، أول حاجة إن بيكتبه CAE. تاني حاجة، بيتم اعتماده من الإدارة العليا ومجلس الإدارة أو لجنة المراجعة. تالت حاجة، التواصل مع العملاء المعنيين، communicated to engagement clients. رابع حاجة، مراجعة دورية من قبل الرئيس التنفيذي للتدقيق للتأكد من أنها لا تزال ملائمة ومناسبة. Review periodically by the CAE to make certain it's still relevant and appropriate. اخد بالك ان الميثاق شغال معايا يعني. ويجب على الميثاق تحديد موقع نشاط التدقيق الداخلي داخل المؤسسة، بما في ذلك طبيعة علاقة تقديم التقارير الوظيفية بين الرئيس التنفيذي للتدقيق ومجلس الإدارة. وبقول لك هنا صلاحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي، أخذ بالك، وفقا للمعايير يجب أن يكون الوضع التنظيمي لنشاط التدقيق الداخلي كافيا للسماح بإنجاز مسؤوليات التدقيق الخاصة به. طيب تخويل، تاني حاجة، تخويل الوصول إلى السجلات والموظفين والممتلكات المادية ذات الصلة بالارتباط، يعني عملية التدقيق اللي هيتم القيام بها. لازم أبقى عندي الصلاحيات ان انا اوصل للسجلات او موظفين او ممتلكات مادية عشان اعرف اعمل عمليات التدقيق. ده طبعا لازم يكون موجود معايا في الميثاق. تالت حاجة، تحديد نطاق انشطة التدقيق الداخلي. وانتبه الى انه لا يقوم ميثاق التدقيق الداخلي بتحديد الحد الادنى من الموارد اللازمة لنشاط التدقيق الداخلي. فهو مش بيقول لك minimum resources needed for the internal audit activity.
دي حاجة مش بيوفرها لك الميثاق اللي انت محتاجه عشان اقل حاجة محتاجة عشان تشتغل، دي مش موجودة معايا في التشارتر. طيب نشوف السؤال ده. السؤال بيقول لك according to standards، وفقا للمعايير، the organizational states of the internal audit activity، يعني المنظمة بتعلن عن نشاط التدقيق الداخلي، must be sufficient to permit the accomplishment of its audit responsibilities or responsibilities. It best when the reporting relationship is direct to the board of director. Requires the board annual approval of the audit schedule, plans and budgets. Is guaranteed when the charter specifically defines its independence. غالبا الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ تمام، مفيش تبرير للإجابة فمش هنعرفه، نشوفه ليه الإجابة إيه هي الصح. طيب سؤال تاني، which of the following is not true with regarding the internal audit charter، فيما يتعلق بال internal audit charter، مين من اللي جاي not true، غير حقيقي. It defines the authorities and responsibilities to the internal audit activity. إجابة مظبوطة. It specifies the minimum resource needed for the internal audit activity. لا، فهي دي هتكون الإجابة. It provides the basis for evaluating the internal audit activity. أساس لتقييم أو لنشاط التدقيق الداخلي. It should be approved by senior management and the board. يجب أن يتم should be الموافقة عليها من السينيور مانجمنت، الإدارة العليا والبورد، مجلس الإدارة. فالإجابة زي ما قلنا هي بي، الإجابة بي. نكمل أقسام الميثاق. الميثاق ده عندي فيه 7 أقسام، عندي الغرض والرسالة، المعايير، تاني حاجة معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، تالت حاجة السلطة الأثوريتي، رابع حاجة الاستقلال والموضوعية، خامس حاجة نطاق أنشطة التدقيق الداخلي، سادس حاجة المسؤولية، مسؤولية التدقيق، وبرنامج تأكيد وتحسين الجودة Quality Assurance and Improvement Program QAIP. أول حاجة الغرض والرسالة Purpose and Mission. الغرض والرسالة من عملية التدقيق الداخلي يشمل كل من مهمة التدقيق الداخلي Mission of the Internal Auditing وتعريف التدقيق الداخلي definition of internal auditing. فيقول لك مثلا الغرض من نشاط التدقيق الداخلي للشركة X هو تقديم ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات استشارية مصممة لإضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة X، وتتمثل مهمة التدقيق الداخلي في تعزيز القيمة التنظيمية وحمايتها من خلال توفير ضمانات ومشورة ورؤية قائمة على المخاطر والموضوعية، ويساعد نشاط التدقيق الداخلي للشركة إكس في تحقيق أهدافها من خلال تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عملية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة governance risk management control. فده بيبقى موجود معايا في الميثاق اللي هو الغرض والرسالة. تاني حاجة معايا معايير الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي standards for the professional practice of the internal أو of internal auditing، ينص على أن نشاط التدقيق الداخلي اللي هو الـ IAA سوف يتبع جميع العناصر الإلزامية لإطار الدولي للممارسات المهنية، وبالإضافة إلى ذلك يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول امتثال نشاط التدقيق للمعايير وقواعد الأخلاق. يعني مثلا سيحكم نشاط التدقيق الداخلي نفسه من خلال الالتزام بالعناصر الإلزامية الـ Mandatory Elements لإطار الممارسات المهنية الدولية لمعهد المدققين الداخليين، بما في ذلك المبادئ الأساسية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي والكود اوف إيسكس المدونة والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الستاندردز انترناشونال ستاندردز وتعريف التدقيق الداخلي ديفينيشن اوف انترنال اوديتنج.
وسيقدم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تقارير دورية إلى كل من الإدارة العليا ومجلس الإدارة فيما يتعلق بتوافق نشاط التدقيق الداخلي مع تقارير أخلاقيات المهنة والمعايير. فأنا متوافق مع الإيسكس ومتوافق مع الستاندرز. وهذا المطلب الخاص باتباع المعايير منصوص عليه أيضا في المعيار 10-10 أو 1010. طبعا ده معيار بقى إيه؟ أخد بالك 1010 أنت بتتكلم على معيار فرعي. المعيار 1010 عبارة عن الاعتراف بالإرشادات الإلزامية في ميثاق التدقيق الداخلي، هو ده عنوانه Recognizing Mandatory Guidance in the Internal Audit Charter، الاعتراف بتعريف التدقيق الداخلي وقواعد الأخلاق والمعايير والمعايير في ميثاق التدقيق الداخلي. فالمعيار ده بيقول لك إنك تعترف بالحاجات دي في التشارتر عندك في الشركة، ويجب الاعتراف بالطبيعة الإلزامية للمبادئ الأساسية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي ومدونة قواعد الأخلاق والمعايير وتعريف التدقيق الداخلي في ميثاق التدقيق الداخلي. يجب أن يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق مهمة التدقيق الداخلي والعناصر الإلزامية لإطار الممارسات المهنية الدولية مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة. تاني حاجة الأثوريتي، السلطة تؤسس عملية البلاغ المزدوجة لنشاط التدقيق الداخلي، وما الذي سيفعله مجلس الإدارة للتأكد من أن نشاط التدقيق لديه السلطة الكافية للوفاء بواجباته؟ فمن اللي هيدي السلطة للنشاط بتاع التدقيق؟ مجلس الإدارة. ما يأذن مجلس الإدارة لسلطة نشاط التدقيق الداخلي القيام به؟ برضو اللي هيأذن لك تشتغل إزاي هو مجلس الإدارة، ويشمل ذلك قيام مجلس الإدارة بتزويد نشاط التدقيق الداخلي بوصول كامل ومجاني لكل الوظائف all functions، كل السجلات all records، كل الممتلكات all property، كل الموظفين all personal. اللازمين طبعا عشان أقوم بأداء واجبات والأداء والنشاط التدقيق الداخلي وواجبات النشاط بتاع التدقيق الداخلي. ويجب ان يحدد الميثاق عملية الابلاغ المزدوجة، الميثاق او التقرير، فهتلاقي الناس بتسميه تقرير يعني عادي، ديور ريبورتينج بروسيس لنشاط التدقيق الداخلي. من الميثاق مثلا هيقدم، سيقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق هيكتب كده مثلا تقارير وظيفية الى مجلس الادارة، ريبورت فانكشنال تو ذا بورد، واداريا اي العمليات اليوميه دي تو داي اوبريشن يعني نسميها ادمنستريتيفلي تو شيف اكزيكتيف اوفيسر السي اي او الى الرئيس التنفيذي. شكل تاني برضو للسلطه في الميثاق يقول لك مثلا يصرح بنشاط التدقيق الداخلي مع المساءله الصارمه على السريه وحمايه السجلات والمعلومات بالوصول الكامل والمجاني وغير المقيد إلى جميع سجلات الشركة، ويكتب اسم الشركة وممتلكات المادية والموظفين ذو الصلة بتنفيذ أي مهمة. يطلب من جميع الموظفين مساعدة نشاط التدقيق الداخلي في أداء أدواره ومسؤولياته، وسيكون لنشاط التدقيق الداخلي أيضا وصول مجاني وغير مقيد إلى مجلس الإدارة. هنحاول برضو في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله نستعرضه أكتر من تشارتر ونشوفه السبع اقسام دي، ودي اقسام طبعا نموذجيه يعني ايه ده الستاندرد اللي ممكن تشتغل بيه، ممكن تشتغل باشكال ثانيه، لكن هنشوفه النموذجي ده بيبقى عامل ازاي، وهنشوفه برضو الاشكال المختلفه من الميثاق. طيب الرابع حاجه الاستقلال والموضوعيه، الاندبندنسي اند اوبجكتيفيتي. يحدد نشاط التدقيق الداخلي الاي اي اي أنه يجب أن تتمتع بالاستقلال التنظيمي، وأن المدققين الداخليين يحافظوا على الموضوعية كنشاط مستقل، كمدقق أنت موضوعي مفيش تحيز. الفقرتين الأوليان من هذا القسم هما: سيضمن الرئيس التنفيذي للتدقيق أن نشاط التدقيق الداخلي لا يزال خاليا من جميع الظروف التي تهدد قدرة المدققين الداخليين على القيام بمسؤولياتهم بطريقة غير منحازة أن بيازد مانر، بما في ذلك مسائل اختيار التدقيق audit selection، اختيار النطاق scope selection، اخد بالك يعني
خلاص يعني انت كرئيس تنفيذي للتدقيق انت اللي بتشتغل في الحاجات دي. يعني انت اللي بتختار حدها في ايه، انت تختار النطاق، اختيار الاجراءات بروسيجرز سيلكشن، اجراءات التدقيق، اختيار التكرار فريكوانسي سيلكشنز، اختيار التوقيت تايمينج سيلكشن، ومحتوى الميثاق ريبورت كونتنت، محتوى التقرير، معلش محتوى التقرير النهائي يعني اللي انت بتقدمه. فكل الحاجات دي مش بيأثر فيك كرئيس تنفيذي للتدقيق اي حاجة، لا انت اللي بتاخد القرارات دي. طبعا الكلام ده برضو قدام، اذا قرر رئيس التنفيذي للتدقيق ان كل من الاستقلالية الاندبندنسي والموضوعية الاوبجكتيفيتي قد تتأثر impaired في الواقع in fact او في الظاهر in appearance، يعني تأثرت اخد بالك او هتتأثر في الواقع او هيبدو انها هتتأثر، فسيتم الافصاح عن تفاصيل الانخفاض في القيمة الـ impairment للاطراف المناسبة في قيمة. طبعا ايه ان شغله يعني متأثر او ظاهر منه انه متأثر. وسيحافظ المدققون الداخليون على مواقف عقلي غير متحيز unbiased mental attitude، ويسمح لهم بأداء ارتباطاتهم بموضوعية وبطريقة يؤمنون بها في حصاد المداولات work product، ولا يتم تقديم أي تنازلات في الجودة no quality compromises are made، وانهم لا يخضعون حكمهم بشان مسائل التدقيق للاخرين زي ذات زي do not subordinate their judgment no audit matters to others، يعني مستقلين ما فيش حد بيأثر فيهم. طيب خامس حاجه نطاق انشطه التدقيق الداخلي، خامس حاجه من الميثاق بتاع التدقيق الداخلي ال scope of internal audit activities، ان نطاق العمل المحتمل لنشاط التدقيق الداخلي واسع abroad واسع، بتشتغل في حاجات كتير وبتشتغل في كل حاجة. النوع الرئيسي من مهمة التدقيق الداخلي هو التأكيد الـ assurance، ولكن من الممكن ان انا اقدم مهام استشارية consulting engagements، ومع ذلك اذا كان التدقيق الداخلي يؤدي مهام استشارية فيجب تحديد هذا التفويض الـ authorization في الميثاق، فانت بيتكتب في الميثاق التشارتر ان في شغل استشاري. يشمل نطاق أنشطة التدقيق الداخلي على سبيل المثال الحصر الفحوصات الموضوعية للأدلة بغرض تقديم تقييمات مستقلة لكل من مجلس الإدارة والأطراف الخارجية outside parties حول مدى كفاية وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات المراقبة للشركة X. كما ينسق الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي للأنشطة بيعمل coordinates activities حيثما أمكن، وينظر في الاعتماد على عمل مقدمي خدمات التأكيد والاستشارات الداخليين والخارجيين الآخرين حسب الحاجة. وقد يؤدي نشاط التدقيق الداخلي إلى أنشطة استشارية وأنشطة خدمة العملاء ذات الصلة اللي هم أصحاب العمل، والذي سيتم الاتفاق على طبيعتها ونطاقها. يعني أنت لو بتقدم خدمة استشارية أخد بالك بتتفق مع اللي بتقدم له الخدمة على طبيعة الخدمة والحاجة اللي انت هتعملها، وده باختصار يعني ما يحتاجه العميل What the client needs، هو بيبقى عنده حاجة انت كمراجع بتشتغل عليها مع العميل بشرط الا تولى نشاط التدقيق الداخلي مسؤولية الادارة. يعني انا في الاخر خد بالك انا مش حاجة تحاسب على الكلام ده، يعني انت ملخبط الدنيا عندك مثلا في شغلك انا هديك استشارات لكن مش هديك او مش هاخد مكانك في المسألة. ويمكن تحديد فرص تحسين كفاءة عمليات الحوكمة وادارة المخاطر والرقابة اثناء المشاركات، وستتم نقل هذه الفرص الى المستوى المناسب من الادارة. طيب سادس حاجة معايا في الميثاق هي المسؤولية، يحدد المسؤوليات المحددة للرئيس التنفيذي للتدقيق. فمثلا يتحمل الرئيس التنفيذي للتدقيق مسؤولية ما يلي: تقديم خطة التدقيق داخل قائمة تدقيق داخلي قائمة على المخاطر للإدارة العليا ومجلس الإدارة سنويا على الأقل لمراجعتها والموافقة عليها، فدي مسؤوليات الرئيس التنفيذي. تاني حاجة من مسؤولياته إبلاغ الإدارة العليا ومجلس الإدارة بتأثير قيود الموارد على خطة التدقيق الداخلي، الإمباكت بتاع الريسورس ليميتيشن
وتأثير حاجة زي دي على نشاط وعمل التدقيق الداخلي. تالت مسؤولية عنده هو مراجعة وتعديل خطة التدقيق الداخلي review and adjust the internal audit plan حسب الضرورة استجابة للتغيرات في أعمال الشركة company business المخاطر العمليات الأوبريشنز البرامج programs الأنظمة السيستم اللي هي بنسميها النظم الخبيرة، وسادس حاجة الضوابط أو الرقابة اللي هي الكنترولز. من مسؤولياته برضو إبلاغ الإدارة ومجلس الإدارة بأي تغيرات مؤقتة مهمة significant interim changes significant في خطة التدقيق الداخلي. فأنت حاطط خطة للتدقيق، ممكن الخطة تتغير بشكل مؤقت لكن يبقى تغيير material أو significant. material يعني جوهري، significant يعني هام. ففي الحالة دي لازم تبلغ الإدارة العليا السينيور مانجمنت والبورد مجلس الإدارة بالتغير ده. معايا بعد كده التأكد من تنفيذ كل مشاركة في خطة التدقيق الداخلي بما في ذلك تحديد الأهداف establishment of objectives تحديد النطاق establishment of scope تخصيص الموارد المناسبة assignment of appropriate resources. رابع حاجة الموارد الخاضعة للإشراف بشكل كافي adequately supervised resources. خامس حاجة توثيق برامج العمل documentation of working programs يعني إن الحاجات تبقى متوثقة ومكتوبة. سادس حاجة توثيق نتائج الاختبار documentation testing results برضو النتائج تبقى مكتوبة معاك. سابع حاجة إبلاغ نتائج المهمة بالاستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق للأشخاص المناسبين communication of engagement results with applicable conclusions and recommendations to appropriate parties. طبعا برضو يا جماعة تفاصيل بعدين مش دلوقتي. من مسؤولياته برضو متابعة نتائج المشاركة والإجراءات التصحيحية، يعمل مونيتورينج للي حصل بعد كده، وإنه يقدم تقارير دورية إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة عن أي إجراءات تصحيحية لم يتم تنفيذها بشكل فعال. أخد بالك أنا رحت في مكان محدد، عملت عمليات تدقيق، قدمت توصيات، لازم بعد كده أراقب وأتأكد إن التوصيات دي تم تنفيذها. لو ما تمش تنفيذها أروح رايح موصل الموضوع للإدارة العليا ومجلس الإدارة. من مسؤولياته برضو التأكد من تطبيق والتمسك بالمبادئ التالية: النزاهة الانتجريتي الأوبجكتيفيتي الموضوعية الكونفيدنشياليتي السرية والكومبيتنس الكفاءة. السرية المقصود بيها ان انا ما اطلعش معلومات خاصة بالشركة بره، كان يتأكد ان الناس اللي شغالة في التدقيق مش بتطلع معلومات خاصة بالشركة سرية يطلعها بره لحد قريبه شركة منافسة الكلام ده كله. من مسؤولياته برضو التأكد من ان نشاط التدقيق الداخلي يمتلك بشكل جماعي او يحصل على المعرفة والمهارات والكفاءات الاخرى اللازمة لتلبية متطلبات ميثاق التدقيق الداخلي، يعني ان الناس دايما بتطور من نفسها. من مسؤولياته برضو التأكد من مراعاة الاتجاهات والقضايا الناشئة التي يمكن ان تؤثر على الشركة اكس وإبلاغ الإدارة العليا ومجلس الإدارة حسب الاقتضاء. التأكد من مراعاة الاتجاهات الناشئة والممارسات الناجحة في التدقيق الداخلي، لو في براكتس كده أخدناه في عملية تدقيق داخلي وكان يعني كانت ممارسة كويسة وناجحة، أتأكد إن أنا يعني أخد إنه ياخد باله من حاجة زي دي ويعرف يطبقها بعد كده في أنشطة أخرى. وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات المصممة لتوجيه نشاط التدقيق الداخلي. آخر حاجة عندي ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات ذات الصلة بالشركة إكس. ما لم تتعارض هذه السياسات والإجراءات مع ميثاق التدقيق الداخلي وسيتم حل أي تضارب من هذا القبيل أو إبلاغه إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. سابع حاجة وآخر حاجة في أقسام الميثاق برنامج تأكيد وتحسين الجودة Quality Assurance and improvement program. ينص على ان نشاط التدقيق الداخلي الـ IAA يجب ان تؤدي ارتباطات على المستوى المتوقع من الجودة،
وبرنامج تأكيد وتحسين الجودة الـ QAIB هي إحدى الطرق التي تقيم بها نشاط التدقيق الداخلي، ويضمن المستوى المناسب للجودة والالتزام بجميع المعايير. مثلا سيحافظ نشاط التدقيق الداخلي على برنامج لضمان الجودة وتحسينها يغطي جميع جوانب نشاط التدقيق الداخلي، وستتضمن البرنامج تقييما لمطابقة نشاط التدقيق الداخلي مع المعايير وتقييما لما إذا كان المدققون الداخليون يطبقون مدونة الأخلاقيات الصادرة عن معهد المدققين الداخليين. وسيقوم البرنامج أيضا بتقييم كفاءة وفعالية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد فرص التحسن. وبقول لك هنا إنه ممكن تطبق حاجة اسمها مبدأ كانو برينسيبل على عملية التغذية الرجعية الفيدباك بروسيس من عملاء التدقيق باستخدام ثلاث مقاييس للتصنيف، مثلا ساتيسفايد راضي او نيوترال محايد او ديساتيسفايد غير راضي لقياس فعالية وظيفة التدقيق الداخلي. خلي الكلام ده برضو بعدين. وستوصل الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة بشأن برنامج تأكيد وتحسين الجودة لنشاط التدقيق الداخلي بما في ذلك نتائج التقييمات الداخلية الجارية الانجوينج مستمرة يعني، والدورية البريودك اللي بتحصل على فترات، والتقييمات الخارجية الاكسترنال اسيسمنت التي يتم اجراءها مرة واحدة على الاقل كل 5 سنوات من قبل مقيم مؤهل ومستقل او فريق تقييم من خارج الشركة اكس، يعني كل 5 سنين بيجيبوا حد مستقل او فريق شغال في المراجعة الداخلية. خد بالك في المراجعة الداخلية بيجي يراقب برضو ويشوف الدنيا عاملة ازاي في الشركة. طيب ده تالت حاجة او تالت موضوع معانا الموضوع اللي بعد كده اللي هو رابع موضوع، هيكلمك عن الاشورنس اند كونسلتنج سيرفيسز. احنا مش قلنا ان نشاط التدقيق الداخلي بيقدم خدمات استشارية وخدمات تأكيدية، احنا نتكلموا بقى عن ايه هي الخدمات دي. الفئتان الرئيسيتان من الخدمات التي قد يوفرها نشاط التدقيق الداخلي هما الخدمات التأكيدية والخدمات الاستشارية. وتعرف لائحة المعايير خدمات التأكيد الأشورانس سيرفيس على النحو التالي: إنها فحص موضوعي للأدلة An objective examination of evidence، أدلة التدقيق، بغرض تقديم تقييم مستقل لكل من الحوكمة governance، الريسك مانجمنت إدارة المخاطر، وعمليات الرقابة للمؤسسة control process for the organization. وقد تشمل أمثلة على ذلك الارتباطات المالية financial engagements أو ارتباطات الأداء performance engagements، الامتثال compliance engagements، أنت في عندك قوانين ملزم إنك تمتثل ليها مثلا، فده يدخل معايا من ضمن الخدمات التأكيدية إنه بيتأكد إن أنت ماشي مع قوانين مثلا مرتبطة بالبيئة مثلا، فإن عامل compliance ممتثل للقوانين دي، وارتباط امن النظم سيستم سيكيورتي انجيجمنتس، والعنايه الواجبه ديو ديليجنس انجيجمنتس. ده بالنسبه لخدمات التاكيد الاشورنس سيرفيسز. بالنسبه بقى للخدمات الاستشاريه، الخدمات الاستشاريه وخدمه العملاء ذات متكرره، فالحته دي تتمسح يا ريت. تمام، advisory service وrelated client service، ده شكل من الخدمات الاستشارية أو تعريفات لائحة المعايير للخدمات الاستشارية ذات الصلة والتي يتم الاتفاق على طبيعتها ونطاقها مع العميل، والتي تهدف إلى إضافة قيمة add value وتحسين العمليات بتاعة المنظمة improve an organization's operations. الكلام ده طبعا يرتبط برضو بالخدمات التأكيدية. طيب من الأمثلة على ذلك المشورة الكونسل، النصح advice، التأثير facilitation، تصميم العملية process design، التدريب training، كل دي بتدخل ضمن الخدمات اللي هي بنسميها consulting services، خدمات الاستشارية. وتنص المعايير على أن المدققين الداخليين يمكنهم فقط أداء الخدمات الاستشارية المحددة على وجه التحديد في ميثاق التدقيق الداخلي. فالميثاق بيتحدد فيه خدمات استشارية بتكون عاملة ازاي، فانت عشان تيجي كمدقق داخلي تقدم خدمات استشارية لازم تتوافق مع الخدمات او
الحاجات المعايير اللي اتحطت في الميثاق. طيب، مقارنة ما بين عمليات التأكيد والمهام الاستشارية. في مهمة التأكيد يقدم المراجع تقييما assessment ويوضح رأيا sets an opinion، بيوضح رأي وبيدي تقييم حول ما إذا كان هناك شيء ما داخل الشركة يعمل أو يؤدى بشكل صحيح أم لا. ويجب أن يكون المدقق موضوعا أو موضوعيا في التحقيق objectivity أو objective in the investigation، ومستقلا في القرار independent in the decision. وتضمن أمثلة عملية التأكيد ما يلي: تقييم ما إذا ما تم تصميم الضوابط وتنفيذها بالشكل الصحيح، ما إذا كان يتم الوفاء بمعايير الإنتاج مثلا، يعني في الشركة حاطة معايير في الإنتاج أنت شغال بيها، يعني بتطلع المنتجات بجودة معينة مثلا، أخد بالك؟ فدي معايير في الإنتاج، هل أنت شغال بالمنظر ده ولا لا؟ دقة تسجيل المعاملات المالية، ده من الأمثلة على عمليات التأكيد. في مهمة استشارية فإنه يقدم المدقق المشورة أو يقدم اقتراح، ولا يحتاج المدقق أن يكون مستقلا في مهمة استشارية، لأن أنت مش مستقل، أنت كده بتشتغل عند عميل اللي هو مثلا زي ما قلنا قسم إنتاج، قسم مبيعات، أي حاجة. وغالبا ما تكون الارتباطات الاستشارية تطلعية، بنسميها forward looking، بدلا من تحليل الأحداث الماضية. طيب، هيكلمك عن انواع عمليات التاكيد وانواع عمليات الاستشارات. انواع مثلا التاكيد: تقييمات المخاطر والرقابه ريسك اند كنترول اسسمنت، عمليات تدقيق الاطراف الثلاثه والامتثال للعقد اوديت اوف ثيرد بارتيز اند كونتراكت كومبلاينس. يعني ايه ثيرد بارتيز؟ انك مثلا بتطلع فاتوره ففي ثلاثه بيوقعوا عليهم، لازم هو بيعمل تدقيق على حاجه زي دي ان فعلا الموضوع ماشي بالمنظر ده، وان في عقد انت موقعه مع شركة مثلا ولا حاجة، وانك بتلتزم بالشروط اللي موجودة في العقد. عمليات تدقيق الامان والخصوصية security and privacy audits، عمليات تدقيق الاداء والجودة performance and quality audits، عمليات تدقيق مؤشر الاداء الرئيسي key performance indicator audits. وقلنا ان key performance indicator اللي هو في الشركات بيسموه الكي بي اي، اخد بالك، اللي هو بيتم على اساسه تقييم مثلا اللي هم الموظفين. عمليات تدقيق العمليات الاوبريشنال اوديتس، العمليات التشغيليه يعني، التدقيق المالي الفاينانشال اوديتس، عمليات تدقيق الامتثال التنظيمي الريجولاتوري كومبلاينس اوديت. انت كشركه عندك التزامات تنظيميه بتفرض عليك بقى هيئه سوق المال، البورصة، الضرائب، فإنك يعني إيه متوافق مع القوانين دي واللوائح دي. طيب، ده بالنسبة للمهام التأكيدية. طيب، المهام الاستشارية مثلا التدريب تريننج، إنك بتقدم تدريب، تصميم نظم سيستم ديزاين، تطوير النظم سيستم ديفلوبمنت، إجراءات لإرضاء المتطلبات ديو ديليجنس، الخصوصية برايفسي، المرجعية بنش ماركينج، تقييم الرقابة الداخلية internal control assessment، رسم مخطط العملية process mapping. طيب، بيقولك هنا على تقييم الرقابة الداخلية بشكل سريع كده، ايه الرقابة الداخلية؟ طبعا هنتكلم عن الموضوع ده كتير، لكن دلوقتي الرقابة الداخلية اللي هو internal control ده عبارة عن ايه؟ هي الاليات والقواعد والاجراءات التي تنفذها الشركة لضمان سلامة المعلومات المالية والمحاسبية وتعزيز المساءلة ومنع الاحتيال، إلى جانب الامتثال للقوانين واللوائح ومنع الموظفين من سرقة الأصول أو ارتكاب الاحتيال. يمكن أن تساعد الرقابة الداخلية على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين دقة التقارير المالية وتوقيتها. وبيقولك ملاحظة هنا: يتم تخطيط معلومات أكثر تحديدا وتفصيلا حول أنواع عمليات التأكيد والتعاقدات الاستشارية في الجزء الثاني من الشهادة بتاعتنا السي اي اي. بارت 2 هتتكلم عن خدمات تأكيدية وخدمات استشارية او مهام تأكيدية ومهام استشارية بشكل اكثر تفصيلا ان شاء الله، يعني لما نوصل له بالسلامة. طيب، معايير الاعمال الاستشارية الـ Standards of Consulting Engagements، تتضمن الارشادات التطبيقية Practice Advisors اللي هي زي ما قلنا اتلغت، 12 مبدأ لتوجيه المدققين الداخليين، دي كان فيها 12 مبدأ.
لكن لم تعد هذه الإشادات التطبيقية المعروفة سابقا باسم الشكل ده كده موجودة، ولكن المبادئ التي حددتها يمكن أن تظل بمثابة دليل مفيد للمدققين الداخليين. والقائمة التالية هي نسخة مختصرة من هذه المبادئ الاثنا عشر. واخد بالك؟ يبقى اقراها كده، كلام نظري يعني ما فيهوش حاجة. وبعدين معايا آخر موضوع معايا اللي هو الكود اوف اسكس بتاع الاي اي اي. بيقول لك هنا ان تعتبر مدونه الاخلاقيات دليلا اخلاقيا للمدققين الداخليين، ولا تقدم ارشادات محدده ولا تنص على اجراءات محدده، لان المدقق يواجه انواع مختلفه من المواقف الاخلاقيه، فما يقدرش يحدد لك حاجات محدده. لكن عندي اربع مبادئ في المدونه دي، هي اول مبدا النزاهه، تاني مبدا الموضوعيه، بعدين السريه، وبعدين الكفاءه. النزاهه اللي هو الانتجريتي، معناه انك لازم تتصرف بنزاهه، تمام؟ فيقول لك مثلا من قواعد السلوك ان يؤدي عملهم، المدقق الداخلي بيؤدي عمله بامانه واجتهاد ومسؤوليه، انه يلتزم بالقوانين، الا يكون على علم طرفا في نشاط غير قانوني او يتورط في اعمال تتناول من مصداقيه من التدقيق الداخلي او المنظمه. لا يكون على علم طرف ان هو ما اشتركش في نشاط غير قانوني او حاجه تعمل ديسكريدت، تقلل من قيمه المهنه. رابع حاجه يحترم ويساهم في تحقيق الاهداف المشروعه والاخلاقيه المنظمه. وبيقول لك ان عندي سلوكيات مقبوله، زي مثلا ان انا الوصول متاخر والمغادره المبكره من العمل، لان هذه الممارسه شائعه في المنظمه. اخد بالك، ده سلوك غير مقبول، ان اكسبتابل بيهيفير، تمام؟ سلوك غير مقبول. تاني حاجة الاحترام والمساهمة في أهداف المنظمة، حتى لو كانت متورطة في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية. هي منظمة كده شغالين في الحشيش مثلا، خلاص أقول أنا مالي، هي المنظمة شغالة بالمنظر ده، فأنا بحترم حاجة زي دي وبساهم في تحقيق أهداف المنظمة إن هي بتبيع الحشيش مثلا. فطبعا ده سلوك غير مقبول، مش محتاج طبعا إن الحاجات دي تتقالك، يعني هي حاجات واضحة يعني. ثالث حاجة، لم يبلغ المدقق عن ملاحظات مهمة حول نشاط غير قانوني إلى مجلس الإدارة، لأن الإدارة أشارت إنها ستحل المشكلة. مجلس الإدارة متول أو الإدارة متورطة في مصيبة كبيرة. لكن جت قالت لك يا مدقق يا جميل، أنت إحنا هنخلصوا الموضوع وبتاع، أنت روح نام، اشرب عصير جزر ولا أي حاجة ونام. وسمعت الكلام، لا انت المفروض تروح رايح لمجلس الاداره وتقول لهم حاجه زي دي، لان انت بتتكلم على حاجه مهمه، ملاحظات مهمه، حاجه ماتيريال، حاجه سيجنيفيكانت. رابع حاجه، مع العلم ان الاداره كانت على علم بالموقف، فقد ترك المدقق الداخلي عن قصد وصفا لممارسه غير قانونيه خارج التقرير. طبعا دي سلوكيات ان اكسبتابل. طب ايه الاكسبتابل بقى؟ الحاجات الجميله، الامتثال كومبلاي لمعايير اطار الممارسات المهنيه الدوليه للتدقيق الداخلي، التزم اوبزرف بالقانون حتى في حياتهم الشخصيه، مش بس كشركه وكمهنه تدقيق، لا حتى على المستوى الشخصي هو محترم. الاحترام والمساهمه ريسبكت اند كونتريبيوت في الاهداف المشروعه والاخلاقيه المنظمه. رابع حاجه، يقوم المدقق بالابلاغ عن ملاحظات مهمه significant observations حول النشاط غير القانوني الى مجلس الاداره، حتى لو اشارت الاداره انها ستحل المشكله. فدي عكس اللي هي هنا كسلوك غير قانوني. تمام، ده بالنسبه لاول حاجه اللي هي الانتجريتي، النزاهه. تاني حاجه اللي هي الموضوعيه، الاوبجكتيفيتي. يقول لك برضو ان انت لا يجوز انك تشارك في اي نشاط او علاقه قد تضعف او يفترض انها تضر بتقييمهم غير المتحيز، وتشمل هذه المشاركة تلك الأنشطة والعلاقات التي قد تتعارض من مصلحة المنظمة. لن يقبل أي نشاط قد يضر أو يفترض أنه يضر بحكمهم المهني. الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية المعروفة لديهم، والتي إذا لم يتم الكشف عنها قد تشوه الإبلاغ عن الأنشطة قيد المراجعة. طيب إيه السلوك بقى غير المقبول الـ unacceptable behavior؟ إن هو إعداد الإقرار الضريبي الشخصي بإجراء لأحد مديري أقسام الشركة. فأنت قسم مدير في القسم بيقدم اقرار ضريبي شخصي ليه هو، انت بتساعد في حاجه زي دي، ده يعتبر ان اكسبتابل.
ويتعارض مع الاوبجكتيفيتي الموضوعيه. قبول هديه ماديه من مورد او تاني حاجه ما ادب الغداء المتكرره والتواصل الاجتماعي مع كبار الموردين للشركه دون موافقه الاداره العليا. ده ان اكسبتابل. قبول هديه ماديه مقصود بها جوهريه يعني من مورد حتى لو كانت معتاده في الصناعه او الوظيفه، ان انت تاخد منه ساعه غاليه مثلا، انك تاخد منه تليفون، عربيه، الكلام ده كله يعتبر ان اكسبتابل. يقرر الرئيس التنفيذي للتدقيق تاجيل تدقيق الفرع حتى يتسنى لابن اخيه اللي هو مدير الفرع تنظيف الامور. تمام، بنسميها ايه؟ كلين سينكس اب. خامس حاجه، قبول تذاكر الطيران من جهه الخاضعه للرقابه، برضو ده يتعارض مع الاوبجكتيفيتي. العمل كمستشار للموردين، او سابع حاجه العمل كمستشار للمنظمات المنافسه. تامن حاجه ابلاغ المعلومات الاداريه التي ستكون جوهريه لتقدير الاداره او عدم الابلاغ. تمام، دي حاجات ان اكسبتابل. المقبول بقى العكس، مش محتاجين نقراهم. العكس، السريه، الكونفيدنشياليتي، اخد بالك ان انا ما طلعش بيانات سريه. بيقول لك هنا مثلا من الحاجات الغير مقبوله، يتجاوز الرئيس التنفيذي للتدقيق ويناقش امور مع المراجعين الخارجيين. وبيقول لك ان مناقشه او مشاركه النتائج التوصيات مع المراجعين من منظمه اخرى، ده يعتبر سلوك غير مقبول. خليني بس هنا نفرقه ما بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بشكل سريع. طيب بقول لك ان انا عندي ثلاث اختلافات رئيسيه في انشطه المدققين الداخليين والخارجيين. اول حاجه الابوينتمنت، التعيين. فيتم تعيين المدققين الخارجيين من قبل المساهمين في الشركه اللي هم الستيك هولدرز، على الرغم من ان هذا ياتي عاده من خلال المناقشه مع المديرين، في حين انه يجب تعيين المدققين الخارجيين من شركه مختلفه مستقله عنهم، بينما يكون المدققين الداخليون عادة موظفين في الشركة. أخد بالك؟ فأنت كمدقق خارجي أنت بيتم تعيينك من قبل حملة الأسهم. أخد بالك؟ أما الكلام ده طبعا حصل إمتى؟ بعد ما طلع قانون السوكس، ساربينز أوكسلي أكت، هنتكلم على القانون ده أكيد قدام. كان مجلس الإدارة الأول هو اللي بيعمل التعيينات دي، لكن لأن لقوا إن مجالس الإدارة بتروح تدفع لمكاتب المراجعة عشان يزوروا في القوائم المالية وكده، وأشهر مكتب طبعا اللي هو أرثر أندرسون لما اتقفل، فطلع قانون ساربينز أوكسلي أكت قال لك خلاص اللي هيعين المراجع الخارجي هم الجمعية العمومية يعني والمساهمين. اما المدقق الداخلي او المراجعين الداخليين بيعينهم اللي هو الاداره او الاوديت كوميتي تحديدا، يعني الاوديت كوميتي اللي هي اللجنه بتاعه المراجعه. طيب الخارجي طبعا بيبقى مستقل اكتر لانه مش تابع للشركه، لكن الداخلي بيبقى موظف في الشركه اساسا، فدرجه الاستقلاليه عنده ما بتبقاش زي الخارجي. وان كان برضو لازم يكون المراجع الداخلي مستقل قدر الامكان، يعني حاجه مانداتوري، حاجه اجباريه عليه. طيب الاهداف، الاوبجكتيفز. عاده ما يتم تحديد اهداف المدقق الخارجي بموجب القانون، بينما تحدد الاداره اهداف عمليات التدقيق الداخلي. فهنا ده قانون بيحكمه الخارجي ده الاكسترنال اوديتور اللي هم السي بي اي، لكن انا كسي اي اي انا عمليات التدقيق الداخلي بتحددها لي الإدارة. يتمتع المدققون الخارجيون عموما بحرية فحص وتقييم كل جانب من جوانب النظام، بينما يمكن الإدارة تحديد وتسليط الضوء على مجالات معينة يريدون يركزوا المدققون الداخليون عليها. تمام، المسؤولية responsibility. المدقق الخارجي مسؤول أمام مالكي الشركة الذين يمكن أن يكونوا أي شخص من أصحابها إلى المساهمين إلى الحكومة أو عامة الناس. اما الداخلي مسؤول فقط امام الاداره العليا للشركه. طيب ده بالنسبه للسريه والسلوكيات الغير مقبوله، برضو اقراها. السلوكيات المقبوله مثلا برضو
يشارك المدقق الداخلي تقنيات التدقيق والضوابط التنظيمية مع مدققين من شركة أخرى. أخبرك إنك أنت شغال في التدقيق وبتشرح للناس تانية في شركة تانية أنت شغال إزاي مثلا في التدقيق، بس أنت مش بتطلع معلومات، لأ أنت بتدي تقنياتك في التدقيق لكن مش بتدي معلومات عن الشركة اللي أنت فيها. طيب دي السرية. تاني حاجة أو رابع حاجة بقى وآخر حاجة اللي هي الكفاءة الكومبيتنس. برضو في سلوكيات مقبولة وسلوكيات غير مقبولة وقواعد للسلوك برضو اقراها. برضو كلام نظري. بيقول لك تعتبر المدونات الأخلاقيات ضرورية ومناسبة لمهنة التدقيق الداخلي، وهي قائمة على الثقة الموضوعية، الثقة الموضوع في ضمانها الموضوعي بشأن الحوكمة الجوفرنس ريسك مانجمنت إدارة المخاطر الكنترول الرقابة. ويمتد قانون أخلاقيات المعهد إلى ما وراء تعريف التدقيق الداخلي ليشمل المبادئ والرولز. طيب عندي هنا سؤال بيقول لك بس الأول، هذه الجوانب الثلاثة هي الجوانب التي يسعى معهد المدققين الداخليين إلى تحسين فعاليتها. أنا عايز أحسن فعالية الحوكمة، أحسن فعالية إدارة المخاطر، أحسن فعالية الرقابة. وتعال نشوفوا السؤال ده. The IIA definition of internal auditing emphasizes the effectiveness of which of the following. هل هو القيمة عايز يحسن يعمل effectiveness للقيمة، الكوست التكلفة and benefit ايه presentations، لا inherent risk residual risk and total risk. الانهيرنت ريسك اللي هو الخطر المتأصل اللي قبل ما ادخل في اي حاجات مرتبطة بادارة المخاطر. الريسيدوال ريسك خلاص انا عملت ادارة للمخاطر وفاضل معايا مخاطر. والتوتال ريسك دي اللي هي اجمالي المخاطر طبعا برضو. لا الريسك مانجمنت الكنترول اند جوفرنس بروسيس هي دي الاجابة. بيربوس نيتشر اند سكوب اوف ورك برضو لا. فهي الإجابة سي. القابلية لتطبيق وتنفيذ مدونة الأخلاقيات. أكلمك عن المبادئ، عندي النزاهة، الكلام اللي اتكلمنا عنه قبل كده بيتكرر معانا تاني. integrity الموضوعية، الobjectivity السرية، الconfidentiality الكفاءة، اللي هم أربع مبادئ. طيب في النزاهة بيقول لك ان نزاهة المدققين الداخليين تؤسس الثقة establishment of trust، وبالتالي توفر الاساس للاعتماد على حكمهم. وعطينا سؤال هنا، تعال نشوف السؤال. According to the IIA's code of ethics which of the following principles is relevant to establishment of trust. اخد بالك بص السؤال، ايه اللي بيديك الثقة او اللي بيدي الثقة، ايه اللي بيدي الثقة؟ طبعا احنا قلنا اللي هي الانتجريتي النزاهة. فالاجابة هي سي. طيب برضو نفس الكلام اتكلمنا عنه قبل كده، بس عندي هنا مثال من جلايم على احنا بنتكلمه فين عن النزاهة. فعندي مثال عن النزاهة. يقول لك مثلا يعمل مدقق داخلي لدى شركة تصنيع مستحضرات تجميل على قد تختبر مستحضرات التجميل على الحيوانات بشكل غير لائق. هو مثال غبي يعني بصراحة، يعني هيحط الارد روج مثلا، مش فاهم. صح ماشي. اذا لم يتم جمع اي معلومات حول الاختبار بدافع الولاء لصاحب العمل، فقد انتهك المدقق قواعد السلوك الاخلاقي من خلال ان تصبح على علم طرفا في فعل غير قانوني. ممكن مثلا مستحضرات تجميل مثلا مرتبطة بالبشرة، فبتجرب مادة جديدة مثلا، فممكن تأذي مثلا الحيوان اللي انت بتعمل عليه التجربة. ممكن القيام بعمل من شأنه تشويه سمعة المهنة. اخد بالك انت كده لو شاركت في حاجة زي دي انت كده طرف في حاجة غير قانوني، بتشوه المهنة، بتعمل حاجة اسمها ديسكريدابيليتي
ديسكريديتابل ديسكريديتابل ديسكريديت 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 يعني انت بتشوه السمعه بتاعت المهنه، او عدم القيام بالافصاح التي يتوقعها القانون، او عدم تاديه العمل بجديه. اخد بالك؟ فده انت كده في عندك فيوليشن للانتجريتي، في عندك انتهاك للنزاهه. ماشي. الموضوعيه برضو جلايم حط لنا مثال، يا رب بس يكون مثال عدل شويه. اذا ادى تجاوز الاداره لعنصر تحكم مهم الى التعرض للمخاطر الجوهريه، فان المدقق الداخلي ملزم اخلاقيا بابلاغ كبار المسؤولين المكلفين باداء وظيفه الحوكمه بالامر. تمام. لا يمكن المدقق الداخلي ضمان عدم كشف عن هويته. المعلومات التي يتم ارسالها للمدقق الداخلي لا تعتبر متميزه او سريه. طيب بتاع ده جلايم لما اتكلم على الاوبجكتيفيتي اتكلم على حاجه اسمها سياسه تضارب المصالح، كونفليكت اوف انترست بوليسي. قال لك ينبغي لسياسه تضارب المصالح حظر نقل المزايا بين الموظفين ومن تتعامل معه المنظمه، حظر استخدام المعلومات التنظيميه لتحقيق مكاسب شخصيه. مثال: في نهايه العام قدم فريق التدقيق الداخلي ملاحظات وتوصيات يمكن للمؤسسة استخدامها لتحسين الكفاءة التشغيلية، وللتعبير عن الامتنان قدم مدير القسم لفريق التدقيق الداخلي هدية ذات قيمة معتدلة. يجتمع فريق التدقيق الداخلي لمناقشة قبول الهدية، وتمت مناقشة الأسباب التالية لقبول الهدية أو عدم قبولها. فواحد من المراجعين قال لك يجب أن نقبل الهدية لأنها قيمتها غير مهمة، فهو بيقول لك قيمتها معتدلة، يعني مش حاجة مبالغ فيها ولا هي حاجة ملهاش لازمة، هي في النص كده. ده واحد من المراجعين او المدققين قال ماشي نقبلها لان هي قيمتها مش عالية. قال مدقق اخر لا ينبغي ان نقبل الهدية الا بعد ان نقدم تقريرنا النهائي. مدقق ثالث لا يجب ان نقبل الهدية. كبير المدققين بقى الراس الكبيرة قعد مع وتبادل الاراء وراح قايل في الاخر ان احنا مش هنقبل الهديه لانه هيكون سلوك غير مناسب بسبب الضعف المفترض للحكم المهني للمدقق الداخلي. طيب تم تعيين موظف انتقل مؤخرا الى نشاط التدقيق الداخلي لمراجعه نظام الحسابات المستحقه الدفع. مثال تاني ده، فان الوظيفه التي اذا كان المدقق يؤديها مسبقا والتي من شانها ان تمثل تضاربا في المصالح هي مثلا ان هو بيعمل اجراءات الكتابه للتعامل مع المدفوعات المكرره. فهو بيراجع على حاجة هو كان شغال فيها قبل كده، اخد بالك؟ فده في تضارب في المصالح كده، ان هو ان هو يعني مش هيطلع نفسه غلطان، وليس لا يعتبر تضارب في المصالح مع نشاط مراجعته نظام الحسابات المستحقة الدفع. مراقبة مخصصات الحسابات المشكوك في تحصيلها، يعني لو بيشوف، يعني هو دلوقتي بيتعامل مع الداوتفول اكاونتس، انت بتتكلم على عملاء مش بتتكلم على موردين، فانت كنت شغال قبل كده في مع الموردين، اخد بالك؟ لا، لكن انت دلوقتي بتراجع على شغل عملاء، فكده مفيش كونفليكت في الانترست، تضارب في المصالح. توقيع بطاقات ضبط الوقت للمرؤوسين، اللي بتراجع الوقت يعني، مراجعه مستندات الشحن للتاكد من دقتها. من قواعد السلوك برضو السرية، ونفس الكلام اللي قلناه. تعال نشوف المثال بتاع جلايم. أي مما يلي ينتهك مدونة الأخلاق الخاصة بمعهد المدققين الداخليين. فيقول لك مثلا التحقيق من تقارير نفقات مندوبي مبيعات رائد استنادا إلى شائعات بالمبالغة. التحقق من حالات الاحتيال المحتملة تقع ضمن المسؤولية العادية للمدقق الداخلي، فبالتالي انت كده ما انتهكتش حاجة. شراء اسهم من مؤسسة مستهدفة بعد قراءة التقارير اللي تفيد بامكانية الحصول عليها، يعني انا في شركة دلوقتي لقيت ان انا الشركة بتاعتي هتستهدف شركة وهتحصل عليها، فبالتالي اسهمي لو اشتريت انا الاسهم هتزيد قيمتها، فانا لو اشتريت السهم مثلا بدولار لما يحصل الاندماج او الاستحواذ السهم ده هينط مثلا ل 100 دولار، فاروح رايح شاري السهم ده. ففي الحالة دي انا كده يعد انتهاكا. طيب
الكشف عن المعلومات السريه استجابه لامر من المحكمه. انت معلومه سريه ما ينفعش تطلعها بره، لكن في امر محكمه جابوه كده في المحكمه، وقفك القاضي وقال لك احكي لنا اللي حصل، فلازم تقول. وبالتالي انت كده الكشف هنا عن معلومه سريه مش هيعتبر انتهاكا للكونفيدنشياليتي. نكمل الكفاءه برضو نفس الكلام، نشوفوا المثال اللي حطه جلاين. قال لك بعد الحصول على دليل على اختلاس موظف لاموال يستجب المدقق الداخلي المشتبه به، والمنظمه ليس لديها قسم للامان او للامن، يعني انت ما عندكش ناس متخصصين في حاجه زي دي. فبيقول لك ان هنا المشكله ان يفتقر المدقق الداخلي عموما الى المعرفه والمهارات او الخبره التي يمتلكها المتخصصون الامنيون فيما يتعلق باستجواب المشتبه بهم، وبالتالي عدم الكفاءه على الارجح. انت كده عملت فيوليشن لعدم الكفاءه، الان افشنسي، اخد بالك. لان انت كمراجع داخلي او مدقق داخلي انت مش متخصص في انك تعمل تقعد واحد وتساله وتعرف تساله ازاي وتساله ايه وتقرا لغه جسده والكلام ده كله، فانت داخل كده في سكه مش بتاعتك خالص. فحاجه زي دي انت كده بتنتهك معيار الكفاءه. احنا عندنا شهادات بقى في الاحتيال والحاجات دي، لو معاك واحده من دول مثلا شهاده من الشهادات دي فانت كده متخصص، فانت مؤهل انك تقعد قاعده زي دي. طيب، تم تعيين مدقق داخلي لاداء مهمه في قسم المخزون في العام المقبل. لا يمتلك المدقق حاليا اي خبره في هذا المجال، ولكنه وافق على المهمه والخطط لاخذ دورات التعليم المهني المستمر في المخزون، ويخطط المدقق الداخلي اكتساب المعرفه والمهارات المطلوبه قبل بدء هذا الارتباط. وبالتالي المدقق الداخلي لم ينتهك مدونه الاخلاقيات. طالما هتقعد انت بقى تتعلم وتشوف المهمه اللي هتروح فيها ازاي هتشتغل عليها، في الحاله دي انت هيبقى عندك الكفاءه، فانت مفيش كده فيوليشن. وبفضل الله انتهت المحاضره للنهارده. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، ولو عجبتك المحاضرة شاركها مع غيرك، اشترك في القناة لو مش مشترك، وسجل اعجابك بالمحاضرة لو عجبتك، ونشوفكم على خير ان شاء الله مع المحاضرة التانية. يلا السلام عليكم.